الأهلي يهدر فوزا غاليا ويودع الدوري الأفريقي في نسخته الأولى بعد تفوق صن داونز في مجموع المباراتين بنتيجة 1-0. كابتن شريف هارد لك، كنا الأقرب، كنا الأفضل، أهدرنا فوزا غاليا الشوط الأول، ولكن قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله. بس الحقيقة الفرقة عملت جيم كبير قوي، لو كنا منتظرين منهم أداء جيد ما كانش هيكون أحسن من الأداء اللي عملوه في الشوط الأولاني. كان في مجهود كتير قوي وكبير قوي، ووضح علينا الشوط الثاني إن إحنا ما قدرناش نواكب نفس الحالة البدنية والمجهود الكبير، وعدم التوفيق كمان في كل الكرات اللي جات لك، يعني أو الكرات اللي هي كانت ممكن تبقى هدف يعني في أثناء المباراة كلها. الحقيقة جود لك جامد قوي لفرقة صن داونز. في فرق كده بتبقى راكبة على يعني الحكاية بتبقى في صفها دايما، زي سيمبا كده معانا برضو، تحس ان النتائج. بس هم ما عملوش حاجة النهاردة يا كابتن، يعني انت اللي كويس. هم مش انت لو عملت كده هناك كنت هتقدر تحرز اهداف، انت اللي ما عملتش كده هناك. اللي انت عملته هنا ده كان ممكن تقدر تعمله هناك وتضغط عليهم وكل حاجة. انت اللي ما عملتش ده، انت ما كانش عندك ثقة. النهارده انت كان عندك ثقة في اول 45 دقيقة، لدرجة ان انا كنت بتفرج على لعيبة النادي الاهلي مفيش تصرف حتى في الباص ولا في الفنت ولا في المراوغة. كان عندهم ثقة اللعيبة بتاعت الاهلي، وكانت مصممة الحقيقة ان هي تقدم للجماهير دي حاجة كويسة، وقدموا الحقيقة وحاجة تشرف يعني. بس زي ما الدنيا شايفة احنا محتاجين رأس حربة ضروري جدا. تاني حاجة مستر كولر، انا في السيتويشن ده والموقف ده انا لازم يكون عندي تفكير تاني خالص، والناس اللي حواليه ازاي اقدر اخترق الناس اللي هي رجعت لعبه خمسة ورا. ده في تاني تايم هم الاوردر جاي من بره، احنا هنلعب خمسة ورا قبل الطرد كمان. ايوه فانت عندك، وقلنا يعني مش ممكن احنا قاعدين نتكلم في حاجات احنا شايفينها وهم قاعدين بيدوروا لسه على مهاجم يخرج بمهاجم اخر، يعني بيدور لسه يطلع لاعب بمكان لاعب. ده قلنا احنا نعمل تدويره من جوه ونحافظ على القوام والبار بتاعي. يعني عايز تنزل رضا سليم، طلع كهربا ودخل بيرستاو جوه، وخلي رضا سليم يمين وشحات شمال وبيرستاو قدام كويس. دي تغييره تهز الفرقه اللي قدامك او فيها باور. غير، عايز تخلي رضا سليم شمال، ما هو الشحات بيلعب ناحيه اليمين كويس برضو. يعني عندك جميع الامكانيات النهارده انك تعمل كده، تطلع ديانج ومروان عطيه اللي هم الاكسجين بتاع نص الملعب بتاعك، اللي هم الربط اللي بين الملعب عشان تنزل قفشه، لازم واحد فيهم يبقى موجود. مش عيب انت اي كونتر اتاك او كونتر اتاك بيحصل عليك بجول. فرقتك كمان خلاص حالتها البدنيه مش قادره تواكب نفس الاداء اللي حصل في الشوط الاولاني. انت اوفر بالرحلات اللي انت عاملها، انت لسه جاي من سفر في جنوب افريقيا ولعب مباراه هناك كبيره جدا، وعندك نقص عددي ولعيبه جايه من اصابات، واللعيبه دي بتلعبك كمان داشنج قوي اجريسيف قوي. انت شفت النهارده الراجل الطرد دي، حاله الطرد شكلها ايه، وفي قبل كده برضو حاله تانية. ف عدم التوفيق هو النهارده عنوان مباراه الشوط الاول. والشوط الثاني لا هم راحوا على الجون وعملوا حاجه، ولا انت الحقيقه كان ليك الحاله التهديفيه او التهديد، وخاصه احنا فقدنا ناحية الشمال خالص بعد البينالتي ما راح علي معلول النهارده بقى اوت. يعني راجل غصب عنه بثقته بامكانياته بكل حاجه حاول يعمل كل حاجه الحقيقه، ولكن تفكيره في اضاعه الهدف وفي اضاعه الحاجات طبيعي جدا، اللاعب بيبقى في حاله مش 100 100 يعني. ولكن النهارده انا سعيد جدا باكرم توفيق وعودته الحقيقه، الراجل عمل حاجات كويسه. انت كان ليك راي مع رامي ربيعه، عبد المنعم زي ما هو، امام عاشور كان محتاج مباراه قبل المباراه دي، اعتقد انه كان هيبقى كفيتكال فيتنس احسن من كده ويقدر يبقى حاله الربط بين نص الملعب والفراوده. ديانجو ومروان عطيه كتر خيرهم.
يعني بس الكومنت على حسين الشحات، هو ما تعملش عليه كاونتر اتاك وتخش في قلب المهاجم، وعايز خليك فريش وخليك مركز وخليك عايز اعدل وشوط يعني، بس ما تعملش عليا مخاطره دايما كده. احنا اللي كنا بنتكلم فيه على عبد القادر، عبد القادر نازل طبعا جاي من بنسميه من فتره كبيره جدا ومن غياب كتير. كهربا كان النهارده ممكن يكون ليه كلمه العليا اللي في الكره اللي جات له دي وحطها. بيرستاو المجهود العادي بتاعه، ان لو احنا بنبقى متفوقين وعندنا هدف بيرستاو ده بيبقى قد كده 10 مرات يعني، بيلعب بثقه اكتر وبيلعب بحكايه ثانيه. فهارد لك، والناس اللي انا عارف ان الناس اللي مروحه دي زعلانه على الاداء اللي الاهلي عمله النهارده، زعلانه على النتيجه، مش دي الفرقه المرعبه اللي احنا بنقول هنيجي نهدف فيكم هنا في مصر والكلام ده، وهاخد الطياره اطلع بيها على تونس ولا ما. لا، انت فيري جود لك النهارده، كان انت فرقه محترمه طبعا ولعيبتك ناس محترمين وانتوا فرقه كبيره جدا ونتمنى لكم كل التوفيق، ولكن انت النهارده ما جيتش. احنا برضو الاخطاء بتاعتنا اللي بتخليك عندي في نص الملعب التاني، مش انت المبتكر. احنا رجالتنا كانت رجاله قوي، بيخشوا باتنين ثلاثه على كل لعيب، وده اللي انا كان نفسي كان يبقى هناك. اقسم بالله كنا هنكسبهم، اقسم بالله كنت هتهدف هناك، الروح كانت عاليه جدا. ولكن انت هناك رجعت نص ملعب، اديتهم الفرصه ان هم يوصلوا لغايه عندك بسهوله، وما عندهمش اي مجهود، وسط جماهيرهم وارضهم فكانت السيناريو الفني بالنسبه لنا في المباراتين دول كان في عدم توفيق يعني. فهارد لك، واللي جاي احسن باذن الله. كابتن اسامه، هارد لك. يمكن النادي الاهلي لعبته بذلت مجهود كبير جدا جدا النهارده، وأضعنا الفوز في الشوط الاول. مظبوط، يعني احنا الشوط الاول عملنا مباراه كبيره، ضغط شديد جدا، فرص اربع خمس فرص مؤكده ما استغلتش الشوط الاول. بس هو في مشكله ان المباراه بتستمر 90 دقيقه، انت اضعت ال 45 دقيقه الثانيه كلها، اضعتها تماما. هبوط كبير في المستوى البدني، تغييرات متاخره، حاله لعيبه كانت كويسه قوي الشوط الاولاني هبطت جدا، ف ما استغلتش ال 45 دقيقه الشوط الثاني. بس احنا توقعنا هبوط ماشي، المستوى البدني لبعض لعيبه الشوط الثاني ماشي جميل. ما انت التدخل برضو في التغييرات جاي متاخر في الدقيقه 70، وواضح من بعد خمس او 10 دقائق من الشوط ان في هبوط كتير قوي في مستوى اللاعبين. يعني انت ما تيجي تشوف مثلا بيرسيتاو كان من نجوم المباراه الشوط الاولاني وعمل جهد غير طبيعي، الشوط الثاني ممكن وانت بتتفرج تفتكر انه طلع. اكرم توفيق عامل جهد كبير بس دفاعي، ما اثرش هجوميا، ما كانش مساند في النواحي الهجوميه زي مثلا محمد هاني بيعمل كروسات وبيعمل فداني اسامه عنده لعيبه جامده جدا ناحيه الشمال ونص عليه ضغط رايد ده، لو مش في الحاله دي النهارده لا يعني انت كان هيبقى عندك مشاكل كتير. كابتن شريف، كابتن شريف، انا لا ما حدش يقدر ينكر ان ال 45 دقيقه الاولى النادي الاهلي يكسب فيها 3-4 وكان في ايده المكسب، بس الشوط الثاني انت اضعته تماما. ال 45 دقيقه الشوط الثاني انت اضعتها تماما. الجانب الايمن تحس انه ما فيهوش شغل، الجانب الايسر علي معلول برضو ما تحسش ان في جهد كبير، متاثر جدا بموضوع اضاعه ضربه الجزاء. حظنا وحش ان رضا سليم لما نزل اتعور على طول، نزل احمد عبد القادر بعيد برضو، لسه كان بقاله كام ماتش ما بيلعبش، تحس انه تركيزه مش موجود. وبعدين تغييرتين ورا بعض بتوع مروان وديانج، انت فتحت نص الملعب خالص، فخليتهم يتنقلوا الكره بكل بساطه في نص الملعب، مع بقى كل الفرص اللي انت اضعتها الشوط الاولاني تقريبا ما عملتش ولا فرصه الشوط الثاني. ف يعني في النهايه هارد لك، النادي الاهلي بذل جهد الشوط الاولاني ولكن ما استمرش على نفس الاداء او على الاقل بالخطوره المطلوبه الشوط الثاني. فرقه سان داونز
ما عملتش اي خطوره ناحيه مرمى الشناوي، ولكن كانوا بالذات الشوط الثاني بيستحوذوا وبيسيطروا بكل بساطه على وسط الملعب، بتحس انه بيستهلكوا الوقت. هارد لك يعني، كره القدم كده ممكن تكسب وممكن تخسر، وان شاء الله نعوضها في البطولات القادمه يعني. يا رب ان شاء الله. كابتن عادل هارد لك، غابت الاهداف ضاعت لا، وحاجه تانية مهمه يعني، خلينا الكباتن يتكلموا على انه احنا لعبنا شوط اولاني كويس، دي حقيقه، لكن خلينا اكلمك على مجمل الامر يعني، علشان نلحق يعني. احنا في علامه استفهام كبيره قوي عندنا على النواحي البدنيه لعيبه النادي الاهلي، دي حقيقه، من اول السيزون ده من بعد الاعداد. مو انت ما لحقتش تعمل فتره اعداد كويس. انا بشخص لك اللي انا شايفه يعني. لا اسمع بس يا كابتن، لو سمحت، عشان ثلاث اسابيع انت اديت 31 يوم للفرقه، 21 يوم، ما هو في 10 كانوا مريحين قبليها. لا بعض اللعيبه مش انا، لا اساسيين، كل معظم اللي لعبوا النهارده كانوا رايحين 10 ايام قبل نهايه الدوري. خليني، واديت 21 يوم ثلاث اسابيع وعملت فتره اعتداد 10 ايام، تسعة ايام. طيب هل ده من المعقول ان فرقه كبيره زي الاهلي تقدر تجهز في 10 ايام؟ طب خلوني اكمل بس اسبابي يعني انا بشخص لك الحاله فنيه من منظور مدرب يعني. انا بكلمك على في علامه استفهام في النواحي البدنيه تماما يعني. تاني يعني انا ارخصهم لك في رؤوس مواضيع. تاني شيء، انت لعبت المباريتين تكتيكيا صن داونز كان افضل تكتيكيا، الاثنين المباراتين، المباراه الاولى هناك والمباراه الثانيه هنا، بدليل صن داونز كان افضل هناك الشوطين، انت كنت افضل شوط، هم قدروا يوصلوا لهدفهم. علامة الاستفهام اللي انا بقولها لك على النواحي البدنية بدت في الشوط الثاني. ثالث شيء، الاصرار بتاع كولر في التغيير في الدقيقة 65 دايما. مفيش ثوابت 70 النهارده، مفيش ثوابت في كرة القدم في التغيير. تغيير بيجي لأهداف أنت كمدرب بتشوف عملت فكرة ما تحققتش، يبقى لازم أنقل لفكرة ثانية. مفيش مانع إن في مدربين كتير قوي بيبقى يعني عندهم شجاعه انه ممكن يغير في الدقيقه 10 وفي الدقيقه 15 من الشوط الاول، مفيش مشكله، في طريقه اتكشفت الطريقه، فممكن اعمل حاجه اخرى. اديك دليل ان انت في علامه استفهام عليك من النواحي البدنيه السنه دي، انت لعبت في البطوله 4 مباريات يا كابتن ايمن، انت ما كسبتش مباراه، عشان بس تبقى عارف، سيمبا 2-2 هناك، 1-1 على استاد القاهرة، صن داونز 1-0 هناك، تعادل هنا 0-0، يعني في الأربع مباريات أنت ما قدرتش تكسب ولا مباراة، وده مش من عادة النادي الأهلي، يبقى في مشكلة. إحنا لازم نشخص الحالة صح عشان نلاقي حلول صح. كويس، المشكلة فين؟ النواحي البدنية، ده رقم واحد. النواحي التكتيكية، في يعني النهاردة أنا شايف مثلاً على سبيل المثال، أنا لعبت في صن داونز في جنوب أفريقيا 4-2-3-1، ولعبت في استاد القاهرة 4-3-3، يعني أنت غيرت الأدوار، بمعنى أنا رايح هناك ممكن أعمل التعادل أو أشتغل بثلاث ديفندرات، لكن أنا هنا في ملعبي مع جمهوري الكبير، أنا هناك كان هو ملعبه وجمهوره الكبير، فكان يجب أن هو يحافظ. النهارده هو لما كان بيلعب هناك 3-4-3 صن داونز، جه النهارده لعبها 3-4-3 بنفس الطريقه ولكن بالشق الدفاعي اللي هو كان بيبقى 5-4-1 احيانا كتير. كويس، بس انت بيرجع الترفيه. صح، معاك. انت لعبت، بدات المباراه 4-3-3، سيطرت وهيمنت على الشوط الاول كله، كنت انت الاخطر، كنت انت الافضل، كنت انت الاكثر استحواذ وسيطره، كنت انت موافقك القريب انك تجيب اهداف. كابتن كره القدم ما تحسبش كده. لا مش هتحسب كده، بس احنا ممكن زي ما قلت انتوا بين الشوطين هنتاثر بالجانب البدني، فممكن التغييرات يبقى ليها دور من بدري. كابتن اقول لحضرتك حاجه عشان بس نبقى متفقين في الامر ده، عشان نبقى متفقين، انا كمدرب ممكن اوديك لدي
اللي هي اجريك اخليك تجري وتعمل المجهود ده وتاني شوط هتقف كده. هي كره القدم 90 دقيقه، المباراه 90 دقيقه، لازم تقسم جهدك. ده ربنا دلوقتي مدي الكوره اتغيرت ومدينا خمس تغييرات، يعني احنا بقينا بناخد خمس تغييرات مش تغييرين او ثلاثه، يعني خمس تغييرات يعني. 50% من التيم اللي جوه الملعب تقدر تجدد النشاط بتاعه. وليه مديك ليه الاتحاد الدولي مديك الخمس تغييرات يا كابتن ايمن؟ عشان تغير في البدايات. ما هو انت الاول كنت بتخاف على تغييرك، تمام؟ انت ده في نقطه كمان، انا بكلمك فنيا في نقطه، لما يكون عندك خمس تغييرات انت عندك ثلاث مواقف تغير فيها. أيوة. لما انت بتعملهم اربعه كمدرب، لما تغير بين الشوطين ما بيتحسبش. فعشان كده انا بقول لك ان مش كره القدم لا تعترف ان في الدقيقه 75 غير، يعني الفكره دي يعني مش اللي انا ما بفضلهاش، ومش معنى كده انا بتكلم على اني علشان خرجنا من البطوله انا بتكلم كده، لا انا بكلمك على اني لازم نلحق نفسنا. عشان تلحق نفسك في علامات وفي حاجات مؤشرات يا كابتن في التدريب وفي كره القدم يعني وفي اداره فريق كبير بتبان لك علامات كده، لازم تاخدها وتحطها تحت عينيك ولازم تشتغل عليها. يعني انا بكلمك على ان النادي الاهلي طول عمره النواحي البدنيه عالية جدا، أنا بكلمك أنتوا بتتكلموا بتقولوا إحنا الشوط الأولاني ودي حقيقة أفضل وأحسن وأقوى. لو كنا الشوط الثاني بنفس اللياقة البدنية دي إيه اللي خلانا إن إحنا نتراجع في الشوط الثاني؟ أنت عارف إن الشوط الثاني ما عندكش هجمات خطيرة جدا على الجول، ويمكن يكاد تكون ما فيش يعني اللعب ما كانش على الجول. ليه؟ عشان أنت فقدت الباور بتاعك، ما بقتش بقوة الشوط الأولاني. طيب أنت خلاص عملت الشوط الاولاني، يجب انك انت بين الشوطين انك انت تغير. ده بقى علامه الاستفهام دي تاخدها من مين؟ من محلل الاداء عندك. محلل الاداء عندك يجب ان هو يشتغل افضل من كده. اقول لك ليه؟ لانه لو انا كمدرب ما اكتشفتش ان ده احنا واحنا قاعدين كلاعيبه قدام او كمحللين ومدربين قعدنا نتكلم بنقول بكم الجري اللي النادي الاهلي عمله الشوط الاولاني الشوط الثاني هيحصل، قلنا احنا كلنا يبقى الشوط الثاني هيحصل فيه دروب. نزول ودروب كبير. احنا اللي بعيد عن الفرقه قلناها يعني لا واضح اتعادل في الملعب، ما انا عارف. لا احنا يعني انا عاوز اقول يا كابتن اسامه احنا قرناها، يعني احنا قرناها فيجب ان هم كمان يقروها. انا فاهم طبعا، خلاص ما انا بتكلم ان احنا قرناها، بس من الجايز هتقول ايه هينزلوا برضو في حماسه الجمهور وبتاع هيجيبوا شويه، لكن بان جدا من بدايه الشوط بعد خمس دقائق انه كابتن اسامه عايز اكمل بس يا جماعه فكرتي بعد اذنك كابتن بس انا عايز اقول لك كان ضربه الجزاء دي فرقت معاك طبعا. ماشي يا كابتن، بس الكلام اللي انت بتتكلم عليه يا كابتن اسامه، الكلام اللي انت بتتكلم عليه ده لو ما فيش الادوات الحديثه بتاعه كره القدم في التدريب دلوقتي، انت دلوقتي بتقدر بالدقايق وبالثواني عارف لعيبك ممكن يتعب. انت نادي كبير ممكن يتعب في الدقيقه الكام، ممكن يديك قد ايه، ممكن يديك باور قد ايه. لا ما هو كره القدم بقت صناعه وتكنولوجيا، وانت مش اقل من هو مدرب المفترض عنده الادوات دي وموجوده عنده الادوات واشتغل عليها السنه اللي فاتت، فكان يجب انك انت ما تسيبهاش للصدفه، انك انت تقرر انك تغير بين الشوطين، انك تجدد الفرقه. يعني الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها لك، بس ممكن ما تبقاش بين الشوطين يا عادل، هو ده اللي اقصده يا كابتن، عشان استفاد على الاقل. انا اقصد على الاقل بالرؤيه بين ان بعد خمس دقائق او سبع دقائق واضح انه في هبوط في كابتن. كابتن انا اقول لك حاجه، انا في المباريات اللي عايز اكسب فيها لازم اعمل موجه ورا موجه ورا حاجه هجوميه، حاجه فشلت اروح للثانيه، فشلت الثانيه اروح للثالثه. انا ليه بقول لك ان انا لازم اغير بين الشوطين لو حتى لو تغيير عشان لا يحسب عليا؟ احنا بنغير ثلاث تغييرات، يعني في ثلاث توقفات انت بتغير ثلاث مواقف، ما تقدرش توقف في اربعه. انت بيبقى الرابع بتاعك اللي هو ما بين الشوطين. الحاجه اللي واضحه، اللي كانت واضحه جدا يعني لينا واحنا شايفين انه انت من المباراه اللي هناك في سان داونز
انت ما عملتش هجمات مؤثره خالص. انت شايف فرقه سان داونز حتى واحنا كنا بنهاجمها في الشوط الاولاني، لا كانوا بيوصلوا وبيوصلوا ممكن ما بس بدون خطوره على مرمى الشناوي، يعني اصلا ما كانش فيهم خطوره. انا بكلمك احنا هناك ما رحناش خالص. ليه؟ عشان هم عندهم ما الجراءه دي كانت موجوده. لا يعني انا مش عايز برضو ايه يا كابتن ايمن، انا بقول لك في علامات كده ومؤشر، يعني في حاجات تديك لمبه حمراء انك انت، انا بقول لك النادي الاهلي لعب اربع مباريات في افريقيا في بطوله جديده، اربع مباريات احنا ما كسبناش مباراه، ما كسبتش مباراه. ساند سيمبا الفرقه اللي هي يعني متواضعه، يعني لا مش متواضعه، هي من الفرقه القويه خلي بالك دلوقتي في كابتن انا في فاهم افريقيا. لا انا بتكلم عن النادي الاهلي. أيوة. احنا اقوى فرقه. كابتن عادل بيتكلم في على مستوى الثمان فرق اللي موجودين يا كابتن. احنا افضل فرقه. لهم اقل الثمان فرق اللي موجودين. لا واحنا حقيقة. افضل فرقه وانت افضل منه. انت النادي الاهلي، ما هو هو ده يا كابتن اللي انا عايز اقوله لك، اللي هو ايه؟ اللي هو لازم لازم تعرف انت ايه اللي حصل عشان تعرف تصلح، علشان القادم، لانك القادم عندك انت عندك احتكاكات اقوى، انت عندك كاس عالم للانديه، فيجب انك انت النواحي البدنيه لازم تنتظم جدا، لان بلال اتكلم كلمه مهمه، ال 31 يوم الراحه فيهم ال 10 ايام اللي احنا اتكلمنا عليها لبعض اللعيبه، يجب انك انت عشان ترجع مش اقل من 15 20 يوم. ده 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 حاجه بسيطه جدا، محتاج 30 يوم زي ما يا كابتن. انا موافق، بس بس في ظل الاعداد الجديد اللعيبه بتقدر تشتغل مع نفسها شغل برايفت، يعني اللي هو ما بياخدوش اجازه كامله سلبيه وسلبيه، ولكن في الاخر الامر هارد لك. احنا دايما بص لقدام، عندنا اخطاء، الاخطاء لازم يجب كولر لازم يتدرجها كويس، لازم يعرف يحط ايده على اسباب الاسباب ايه، لازم يعرف يحط ايده على يعرف اسرار افريقيا زي السنه اللي فاتت لما عرفها في الاخر. فاكر سان داونز لما لعبونا في ماتش 2-2 من بعديها، لما كنا بنهاجم وبنهاجم وبنهاجم من بعديها وقفنا لعبنا دفاع كويس وبعدين هاجمنا كويس، ايه اللي حصل؟ قدرنا نقعد 11 مباراه ورا بعض ما يدخلش فينا هدف. فانا في الاخر بقول ايه؟ بقول ان احنا عندنا افضل مجموعه لعيبه موجوده، نبحث في امر حته اللياقه البدنيه، نشوف المعد البدني، نشوف اللي هو الراجل اللي لاني انا شايف النواحي البدنيه فيها وعمرها ما بتحصل في النادي الاهلي، يعني انك انت كابتن ايمن تقول النواحي البدنيه بتاعتنا قليله، ده احنا مشهورين انك انت بتجيب جون في البلاس 90، يعني هو انت ليه طول عمرك بتجيب جون في البلاس 90؟ مش علشان عندك الاصرار، بس الاصرار ده مش هيجي لك الا امتى؟ لما تكون انت قوي، لما تكون انت بدنيا عالي، لكن انت في دروب بدني لازم مستر كولر يراعيه كويس، ولازم حته التغير في التكتيك المناسب دي من وجهه نظري. لعبنا المباراتين سان داونز هناك باتنين باتنين 4-2-3-1، لعبناه هنا 4-3-3، كان يجب انه يغير، ما المفترض انه يحافظ هناك ويجي هنا يعمل الهجوم الشرس. كابتن بلال هارد لاك، يعني كنا الافضل برغم هبوط المستوى او هبوط المعدل البدني الشوط الثاني كما توقعنا، ولكن برضه انا عايز اقول لك حاجه، مستر كولر لما بدا في التغييرات بدا متاخر بعض الشيء، ولكن هو بدا في الدقيقه 70 بدايه التغييرات، والتغييرات اول ما بدا بثلاث لعيبه بس، ما لاحظناش برضه التحول الكبير ما بين ال 20 دقيقه ولا من بعد الدقيقه من قبل الدقيقه 70 لبعد الدقيقه 70. يعني ليه انتوا بتقولوا لازم يدفع ببعض اللعيبه من بدري؟ انا كان عندي لسه برضو، يعني انا كان عندي على الاقل 20 دقيقه بجانب الوقت الضائع او الوقت بدل الضائع، ما حسيناش برضو بتغيير في المستوى سواء البدني او الفني. لا حسينا بفارق المستوى البدني طبعا. مش ما حسيناش، لا مش قصدي، لا قصدي ما حسيتش بطفره، يعني بالظبط ما فيش تفوق بدني بالظبط. بص هو زمان كانوا بيقولوا مقوله يا كابتن كده، ايه؟ الشوط الاول شوط اللعيبه والشوط الثاني شوط المدربين، دي مقوله قديمه قديمه. تمام. دلوقتي بقى كل المباراه طبعا شوط المدربين طبعا، ده يعني ده اصبح وضع طبيعي جدا جدا جدا. تمام. المباراه دي تحديدا
انا كنت اتمنى مستر كولر يدرس فعلا حقيقي فرقه صن داونز حقيقي. تمام، مش بس ان انت بتلعب فرقه، انت لازم تعرف عيوب الفرقه اللي قدامك ايه، اخطائها ايه، مميزاتها ايه، بيشتغلوا على ايه. تمام، بره ملعبهم بيعملوا ايه. تمام، بيشتغلوا بأني طريقه، بأني هو التاكتيك اللي لعب بيه النهارده هو نفس التاكتيك اللي لعب بيه بيترو اتليكو. نفس بس هم ما عملوش حاجه على مرمى الشناوي. خد بالك، ما انا هقول لك كابتن، الخطوره معدومه النهارده. الفكره في ايه يا كابتن؟ الفكره في ان صن داونز، خد بالك، في كل المباريات اللي بره ملعبه بيحاول يستنزف الفرق بدنيا بالباصات الكتير، بيباص 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 بيباص، بيعمل 10 11 15 بس، ما عندوش ازمه في الحته دي، ممكن يدور ويرجع ورا، يبتدي من عند حارس المرمى يبتدي تاني عشان يستنزف الطاقه البدنيه. تمام، ويستنزف الحماس اللي موجود عند الفرق. انت ابتديت الشوط الاول، خد بالك، ضغط بشكل كويس. تمام، لكن ما استمرتش في الضغط، بعد 10 دقائق بالظبط الاهلي رجع للمنطقه الدفاعيه مره ثانيه، وابتدى يدي صن داونز حته الاستحواذ، ما قدرتش تكمل. فواضح ان في عامل بدني مأثر على الاداء الفني بتاع اللعيبه داخل الملعب، ده يعني من الواضح. الشغل التكتيكي اللي المفترض المدير الفني بيعمله عشان ايه؟ تمام، انا النهارده مغلوب 1-0 بره ملعبي، بلعب فرقه صن داونز، عارف ان هي هتيجي تبتدي تشتغل على الكره، يقفله بشكل كويس. انا المفترض ان انا بشتغل ازاي، افكر في ايه، زي ما قلت للكباتن ما بين الشوطين، انا مغلوب 1-0، الطبيعي بتاعي ان انا بفكر في ان انا ازاي اجيب جول، ازاي اروح على المرمى من اكتر من طريقه، مش طريقه واحده. يعني احنا كان عندنا ضغط الشوط الاول، لكن الفرص اللي جات للنادي الاهلي لما تيجي تحسب كده كلها اخطاء ساذجه من حارس المرمى. كويس، كويس، حتى ركله الجزاء. ما انا هقول لك بس يا كابتن، يعني بس ما نتيجه محاولات على المرمى كابتن، لا، اخطاء ساذجه يا كابتن من حارس المرمى، مش نتيجه محاولات حقيقيه. المحاوله الوحيده اللي حقيقه اللي اتلعبت لامام عاشور، تشيب باس لعب لكهربا، كهربا احتبر، دي الفرصه الوحيده اللي تعتبر انت كره لعبتها بشكل كويس وتحركت فيها وعملت وفنشت بالشكل ده. لكن الاربع فرص التانيين اللي كانوا بمثابه ان هم يتسجلوا اهداف وانت باد لك فيهم حقيقه، يعني مش هتقدر تعمل اكتر من كده. تمام، يعني كهربا مش هيقدر يعمل حاول اكتر من كده، كلهم عباره عن كره في الجول بتقع منه، كره في الجول، حتى البنالتي ركله الجزاء تمام خطا برضو من حارس المرمى. عارف الكره بتاع بيرستاو اللي جت في العارضه دي؟ كده. جول، لو دخل الجون الاوفسايد، التسلل، التسلل، مش يعني انا مش بتكلم بغض النظر عن التسلل، انا اقصد ايه؟ دي كانت اقرب واحده. اقصد ايه يا كابتن ايمن؟ اقصد انك انت كان لازم يبقى عندك تنوع في الهجمات، في الاختراق بتاعك، مش بس من على طرف الملعب. هو قفل لك طرف الملعب النهارده، هو عمل ايه؟ هو النهارده خلى الاثنين الباكين قافلين طرف الملعب تمام بشكل كويس، وكل ما واحد يروح، يعني كل ما تيجي تخترق تلاقي 3-2 من عندهم، 3-2 من الناحيه دي، خلاص هو عارف ان انت مش هتشتغل من قلب الملعب. تمام، خلاص هو قرا الجيم من بدري، هو المدير الفني قرا الجيم من بدري، وما بين الشوطين نزل لك اثنين لعيبه عشان يعمل ايه؟ عشان كمان يحافظ على الحته دي بشكل كويس. كان لازم مستر كولر كمان يقرا الكلام ده. انا النهارده قاعد بره بعمل ايه يا كابتن؟ لازم ابقى قاري، خلاص انا النهارده اتقفلت من بره الملعب، لازم يبقى في اختراق تاني مختلف شويه، اختراق من نص ملعب، فابتدي اغير بقى في التشكيل بتاعي، اطلع بقى بسرعه، او مغير واحد من ميد فيلدر وانزل واحد بلاي ميكر لعيب كويس، لعيب كوره بيعرف يشوط، بيعرف يصوب، انزله يلعب في القلب شويه، عشان كمان تقدر تعمل حته الدبل باس. احنا ما شفناش النهارده ولا دبل باس او ولا 1 2 اتلعبت مع كهربا الشوط الاول، الشوط الاول، ولا حتى الشوط الثاني، ولا واحدة. ده معناه ايه؟ ان انت مكثف كل شغلك من على الاطراف، وهو عامل ايه؟ هو قافل لك الاطراف وما عندوش مشكلة في الحتة دي خالص على الاطلاق. الراجل هناك هو دارس الاهلي بشكل كويس، حافظ طريقة لعب النادي الاهلي، حافظ الاهلي بيعمل ايه؟ بيشتغل ازاي النادي الاهلي؟ في بعض الاوقات نجحت بالمهارة الفردية وبالسرعة انك تروح تمام وتعمل عرضيات، بس كانت عرضيات صعبة لان الكروس وانت بتعمله كان مزنوق، كان دايما 2-1، دايما اثنين، انت يعني دايما الزيادة العددية ما عندهم ليه؟ لان هو النهاردة برضو هو عمل ازاي؟ هو الراجل النهاردة ذكي جدا على فكرة، هو اشتغل زي ما احنا كنا عايزين، انه يشتغل يضغط شوية وبعدين يرجع شوية يا كابتن، وبعدين يلعب هجمة مرتدة، وبعدين يبتدي يضغطك من قدام عشان يحاول ان انت يخليك تلعب الكرة الطويلة، وبعدين يرجع ورا شوية يقفل زون نص ملعب. بس هو بالشق الدفاعي اكتر النهارده يا كابتن. طبعا طبيعي يا كابتن ايمن، انا النهارده كسبان 1-0، هل النهارده لو مستر كولر كسبان 1-0 هنا في القاهرة وبراح بيلعب بنفس التاكتيك ده هناك، هل مش كنا نسقف له وخرج بالطريقة دي؟ طبعا. ليه؟ هيمسك كرة وبتاع ويوزع وابتدي يلعب على هجمة مرتدة سريعة، ولربما يجي لك فرصة او فرصتين
تسمحوا ان هم يسجلوا هدف. هو لا يكاد يعني نقدر نقول مثلا ما كانش فيه تواجد هجومي على مدار الشوطين النهارده. مين يا كابتن؟ فرقه سان داونز ما عندهمش خطوره حقيقيه خالص على النادي الاهلي خالص، ما عندوش اي خطوره حقيقيه على فرقه النادي الاهلي، لكنه بيمسك كوره بيقدر يلعب. يعني انت كمان هو ليه وصل ما عندوش خطوره؟ لان انت برضو يا كابتن ايمن النهارده الجيم بتاعك كان جيم دفاعي، ما كانش جيم هجومي. يعني انا بلوم النهارده على مستر كولر ان الجيم كان جيم دفاعي من بدايه اللقاء. يعني انا النهارده كلنا ممكن نسقف لاكرم توفيق، عمل مباراه دفاعيه جيده، لكن في الشق الهجومي ملوش تواجد. انا لسه كنت بتكلم ملوش تواجد في الشق الهجومي. هل انا محتاج النهارده اكرم توفيق وانا بلعب بثلاثه ميد فيلدرز؟ محتاج اكرم توفيق النهارده يلعب يقف في الحته دي، يبقى سرد باك رابع؟ انت كانك بتلعب باربعه سرد باكات، تلعب باربعه سرد باكات وبتلعب بثلاثه ميد فيلدرز. السبعه اللي موجودين ورا في الحته الدفاعيه ما كانش ليهم اي ادوار هجوميه على الاطلاق، باستثناء عاشور في واحده بيطلع، في الثانيه بيروح واحده عن تريه يوصل لحد المرمى وتتقطع عشان برضو المجهود البدني كتير. لانك انت كان لازم تغير من الطريقه بتاعتك وانت بتلعب فرقه زي دي. يا اما بشتغل بثلاثه سنتر باكس ثلاثه تمام، وابتدي ازقه قدام يا كابتن ايمن والعب باربعه في الحته اللي قدام عشان خاطر يبقى ليا دايما، يبقى انا دايما بدفع لقدامي، يبقى اكرم توفيق مثلا يلعب سنتر باك مع منعم ومع ربيعه تمام، وزق علي معلول وحط واحد وحط حسين الشحات ناحيه اليمين، او حط اي أو حط محمد هاني او اي واحد، ونلعب بثلاثه اربعه ثلاثه عشان يكون ليا تواجد هجومي في الحته الهجوميه دايما ابقى اثنين على واحد. لكن انت النهارده سبت اكرم توفيق في الملعب، وانا بحييه على الاداء الدفاعي الرائع جدا، لكن انا كنت محتاج واحد مع بيرسي تاو يقوم بحته التبادل في الهجمات. مش كل مره بيرسي تاو هيروح، بيرسي تاو من الدقيقه 55 مش موجود في الملعب. ليه؟ لانه بذل مجهود رهيب جدا الشوط الاول بيشتغل لوحده في الشق الهجومي. مفيش فرقه كبيره تمام زي فرقه النادي الاهلي تشتغل بلعيب واحد وينج، لازم يبقوا اتنين مكملين دايما يا كابتن ايمن، وده اللي احنا كنا محتاجينه. خد بالك انت عملت الحته دي بشكل كويس الشوط الاول تمام، استنفذ يعني اللعيبه استنفذت طاقه كبيره، كان لازم من بدايه الشوط الثاني عشان ده تمام ما نشوفوش الشوط الثاني انك تبتدي تغير بقى اللعيبه، انك تبتدي تعدل وتغير داخل الملعب من اللعيبه ومراكز، مش بس لعيبه بس، يعني اماكن بوزيشنز في الملعب، يعني ما يبقاش تلعب بثلاثه ميد فيلدرز وفي نفس الوقت تغير اللعيبه اللي انت شايف ان هم استهلكوا بدنيا في الحته دي عشان تفضل مستمر لنهايه ال 90 دقيقه. لكن انت اتاخرت، وصلت للدقيقه 70 بقى عندك تغيير اضطراري غصب عنك. رضا لما اتصاب فابتديت تنزل احمد عبد الله، كان ممكن تشغله في حته ثانيه او في مكان ثاني مكان بيرسيتاو الناحيه الثانيه في وقت، لكن انت طبعا ده كان تغيير اضطراري بالنسبه لك يعني. طبعا يعني غصب عنك. لكن انا عايز اقول لك انك انت من بدايه ال 45 دقيقه كان المفروض تعتبرهم ده مباراه ثانيه او شوط اول ثاني بالنسبه لك عشان تقدر تستمر في يعني في الملعب بالنواحي البدنيه العاليه وتقدر تكمل المباراه بالشكل ده. لكن انت كمستر كولر ست لعيبه زي ما في الملعب، احتفظت بال 11 لعيب، فبالتالي كل دقيقه بتعدي عليك انت بتستنفذ بدنيا. النادي الاهلي الشوط الثاني بدنيا احنا مش شايف الفرقه قدام حقيقه، يعني مش حاسس ان انا بعمل هجمه خطر وبعدين برجع تاني وبعمل واكمل واللعيبه يعني حاسس ان اللعيبه منتظرين خطا دفاعي، منتظرين كره ثابته. هل احنا ممكن من بدايه السيزون نشتغل على كره ثابته في الشوط الثاني؟ لا اعتقد، لا اعتقد ان مستر كولر تاخيره في التغييرات تمام هو ده اللي اثر سلبا على اداء النادي الاهلي النهارده في الشوط الثاني. بعد لك النادي الاهلي طبعا ما سجلناش اهداف، لان طبعا يعني حتى لو الكره وقعت من ايد الحارس فطبيعي دي هجمه برضه للنادي الاهلي كان ممكن طبعا تتسجل، لكن هارد لك طبعا يعني كورتين ثلاثه وكره بتاعه كهربا ثانيه اتلعبت. لكن انا كان ممكن يبقى عندي سبل ثانيه اسجل بيه اهداف. النهارده احنا كنا بنتكلم فيها يا جماعه، بنتكلم بيقول التصويبات، كابتن اسامه كان قبل المباراه علم على حته التصويبات، مين النهارده بيصوب؟ وقال لك في النهارده امام عاشور ممكن يصوب. النهارده امام عاشور واخد طرف الشمال، ما اعرفش يعني هل دي تعليمات مستر كولر ان هو ياخد الطرف الشمال دايما ويسيب القلب فاضي، ولا هو امام عاشور اللي حابب يلعب في 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 الحته دي؟ لا، لان القلب كان فاضي، القلب يعني ما فيش مايسترو النهارده في فرقه النادي الاهلي، ما كانش موجود النهارده المايسترو او البلاي ميكر او صانع الالعاب اللي يقدر يعمل لك ثرو باس او دبل باس او حته تشيب باس. لما امام ابتدى يتحرك تحركاته الطبيعيه بتاعته، شفنا واحده حلوه كده، شفنا واحده ثرو باس طويل، شفنا واحده من فوق اللعيبه، عمل كام واحده حلوه مؤثرين. ليه؟ لان البوزيشن بتاعه كان يسمح له بكده. انما اوقات كتيره جدا كنت بشوفه امام وياخد جنب الشمال وبيلعب فيه مع علي معلول، وبالعكس ده انت كده بتقفل على جبهه كامله. المباراه دي بعد ضربه الجزاء اللي راحت تحولت
بس طبيعي يا كابتن. كابتن انت حضرتك برضو بعد ضربه الجزاء لا فرصه كهربا بعد ضربه الجزاء لو كان في توفيق في ضربه الجزاء وجه دي مباراه ثانيه. طبعا 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 اكيد طبعا طبعا اي هدف كان هيسجله الاهلي كنت هتشوف اللي بيحصل للبرود اللي كان عند فريق سان داون هيتقلب للنادي الاهلي وهيلعب الباص اللي هو عايزه والضغط اللي انت نفسك فيه والزياده العدديه وكل حاجه. انما هو بس هل كنا هنقدر يا كابتن بدنيا روحاً هو لا لا يا كابتن لا هو كابتن شريف وانت كسبان وانت عندك الروح الروح بتفرق كابتن شريف انت تجيب جون تماما طبعا ضربه الجزاء كانت نقطه تحول ولكن ولكن احنا بنتكلم على ايه؟ انت الشوط الاولاني ما حدش يقدر لا يمكن تنكر على الجهد انت كنت ممكن تتخيل الكلام ده؟ لا ماشي قبل الماتش يا كابتن يا كابتن بس هي الفكره انك انت يا كابتن انت اللي مسيطر على كل يعني كابتن شريف كابتن شريف كابتن شريف هي الفكره انك انت ال 45 دقيقه الثانيه في الشوط الثاني انت اكنك لم تلعبهم. ما انا بكلمك في هي دي النقطه انا بكلمك في ضربه جزاء رايحه معلش ده يا كابتن في قصه ثانيه اول 25 انا بقول لك لو حدث العكس كنا هنشوف مباراه ثانيه خالص ده طبيعي ماشي ماشي بس احنا بنتكلم ان انك انت 45 دقيقه ثانيه الشوط الثاني انت بعيد فرق كبير قوي بين الشوط الاولاني والشوط الثاني تقريبا الشوط الثاني مالكش ولا فرصه او ولا حتى محاوله خطره على المرمى عكس الشوط الاولاني تماما فهي دي نتكلم بصراحه عندنا لعيبه بقالها فتره ما بتلعبش لعيبه راجعه من اصابه والحاله البدنيه مش مظبوطه قوي في كذا حاجه احنا حاسين بيها كلاعيبه كره وفاهمين انك بتخش وبتطلب مع فرقه زي دي انك انت تتفوق تمام وتبقى انت الابر هاند اللي في الملعب والشيب ليدر بتاع الماتش كله مع فرقه زي دي سان داونز صعب جدا كويس بس في بدائل ما حدث في الملعب مش مكتوب لك النهارده ليه حتى الاخطاء اللي قال عليها بلال بتاعه اللي احنا اللي بنعمل شانزز منها اللي بنعمل منها وضربه الجزاء نفس الشكل اللي الراجل عملها لنا دي والكلام من ده حتى دي كره بتخبط في عادل في رجل الكهرباء بتروح في العارضه يعني مش عايزاك يعني فهمت ازاي كور ثانيه كهرباء بياخدها من ايده الجون بدل ما الجون بيمسكه ثاني ممكن يتكفي على وشه ضربه جزاء صحيحه 100% ثاني برضه بيفكر ان هو هي كره احنا عارفين في توفيق وعدم توفيق مش عايزاك النهارده ولكن هي الحته اللي مضايقانا كلنا طبعا الخروج ده يعني كان ممكن النهارده الماتش في الجماهير الجميله اللي كانت طبعا. موجوده انا كان نفسي نكسب لو عشان لو مالكش نصيب النهارده كنت تطلع ضربات جزاء نكسب عشان كنا نطلع ضربات جزاء هي ده اللي الواحد كان يتمنى ان الهدف يخش واراده ربنا فوق كل شيء بس يعني. هو في نقطه يعني اللي انا دايما مصر عليه ان احنا اللي مصرين عليه ان احنا لازم نعرف الاخطاء علشان نعالج الاخطاء يعني النهارده كنا بضلك مثلا في الشوط الاولاني زي ما اتكلمنا طب وماتش سيمبا اللي هنا ماتش سيمبا اللي هنا انت ماتش سيمبا هنا اتاخرت بهدف وجبت الهدف في اخر المباراه يعني اللي انا عايز اقوله يا كابتن اللي انا عايز اقوله علشان ترجع يعني او بالمعنى الاصح تعوض خروجك انك انت تحط ايدك على المشاكل علشان ما تحصلش تاني عندك مشكله بدنيه كبيره احنا معترفين احنا يعني دايما في لما بتلعب الفرق حتى لو سان داونز حتى وانت بتلعبها عندك في استاد انت ما بتديهاش فرصه تتنفس ولا ايه يا كابتن صح يعني ما فيش نفس صح انت 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 اولا بتبقى عندك روح اعلى لكن اللعيبه كان عندها روح لكن مش قادره ان هي تعملها بالذات تاني شوط طب تاني شوط يعني انا مش متخيل ان الجمهور العظيم اللي موجود في الاستاد ده ما يعليش روح اللعيبه لا في روح للعيبه بس اللعيب نفسه عنده تقل في جريه يعني يروح المشوار ما بيقدرش يرجع تقل في جريه فانت لازم تعرف ايه السبب الحاجه الثانيه المهمه يعني في تغييرات برضو عليها علامات استفهام يعني دي قصه لازم تغييرات في علامات استفهام يعني لما نيجي للتغييرات هنتكلم فيها ان شاء الله بس بينضم لنا دلوقتي الكابتن احمد فوزي حارس مرمى النادي الاهلي السابق لتقييم اداء حراس المرمى سيد كابتن احمد منورين يا كابتن طولنا عليك ابو حميد معني هارد لك لا والله الحمد لله على كل حال يعني موضوع صعب بس يعني عادي هي كره كده يعني طبعا حضرتكم اتكلمتوا في كل حاجه احنا غير موفقين النهارده مع بعض الاخفاقات بقى
اتكلموا انتوا فنيا زي ما انتوا عايزين، انما انا هتكلم على الجزء بتاعي. قلت لحضرتك قبل المباراه الحارس ده تحت الضغط الجماهيري العالي وتحت ضغط لعيبه النادي الاهلي هيغلط كتير وهيتسبب لنا في حاجات كويسه، وقد كان في الدقيقه واحد لو شفنا قبل ما نشوف الحالات. انا قلت لحضرتك قبل المباراه اتمنى ان اللعيبه تشوط عليه 3 4 كور عشان الراجل ده هيغلط، هيغلط صح، هيغلط في مسك الكره، هيغلط في مسك الكره. وقلت لحضرتك ان هنضغط عليه لما الكره تبقى على الارض، هنضغط عليه هناخد منه من كره من رجليه كتير قوي. تعالى بقى حضرتك نستعرض الحالات مع بعض ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. في الدقيقه واحد اول كره راجعه له في السنتره رجعت له ونتيجه لضغط كهربا بيغلط في الباص بدل ما يلعبها الباك ليفت وضغط الجماهير والهيصه في الاول خالص راح يحطها في الاوت، وده دليل على انه محطوط تحت ضغط عصبي قوي مخليها. هي دي الكره كانت ملعوبه من ناحيه اليمين راجعه له عايز يلعبها للباك ليفت، فطبعا مع ضغط كهربا من بعيد والضغط الجماهيري وده اعصابه وكل حاجه راح حاططها في الاوت. بعديها اعتقد الكره اللي بعديها كانت ايجابيه ليه، كانت كره من حسين الشحات لبيرسي تاو. بيرسي تاو يمكن خد الكره من اوطى حته تحت، يعني بيرسي تاو لو راح للكره وهي عاليه هيعرف يوجهها في الزاويه البعيده بالظبط، انما طبعا عشان هو استنى الكره لما تنزل لتحت او يلحقها في الحته دي اضطر يحطها في الدقيقه في مكان تواجده. مش هقول ان التصرف بتاعه مميز بس هو ما يقدرش يعمل اكتر من كده، يعني الكره دي لو اتحطت فوق زي ما حضرتك كنت بتعمل من على 18 وتعملها في العكسيه الناحيه الثانيه هي دي تفرق كتير جدا مع الحارس، ولكن هو تعامل هنا كان تعامل جيد. تعال نشوف بقى الحاله بتاعت ضربه الجزاء، بدايتها كانت هنا كان برضو كره راجعه له من رقم 20 راحت له عايز يبصيها عند الباك رايت مع ضغط كهربا حسين الشحات. ثواني بس معايا، حسين الشحات قطع وعمل كروس وامام عاشور لمس راحت للصوره اللي بعديها وهو تعامله مع قلت لحضرتك انه ساعات بيخرج بعشوائيه ومفيش تفاهم بينه وبين السرد باكات والكلام ده من الماتش اللي فات، وقلت لو احنا عرفنا نستغل الحته دي هناخد منه حاجات كتير، وقد كان بيرسي تاو قدر ياخد منه ضربه جزاء وهو كمل فيه. وانا اعتقد الحكم ما ادالوش انذار مع انه كان يجب على الحكم في كوره مثل دي انه يديله انذار، ده قرار اداري تبع التحكيم، ولكن انا بتكلم على الحته بتاعتي كحراسه، طالما انا ما وصلتش للكوره وعملت ضربه جزاء كان لازم اخد انذار. طبعا التعامل بعد كده في ضربه الجزاء انا ليا هنا يعني انا شايف انها ممكن تتعاد. احنا عايزين الصوره كامله، هل جزء من رجله كان على خط المرمى؟ انا دلوقتي اثناء التصدي احنا مش شايفينها بالكامل، اثناء التصدي كان في جزء من رجليه لامس الخط اليمين، يعني رجل اليمين لمسه جزء من الخط. طب بس انا شايف انها برضو كانت ممكن تتعاد لان ساعه اللعب كان هو خد التراي بتاعه، بس طبعا خلاص الحكام والفار وكل حاجه ده ما رجعوهاش. ولو جيت بصيت حضرتك برضو السرد باكين داخلين ممكن تتعب، يعني خلي بالك ممكن تتعب بكل الطرق. بس احنا مش هنتلكك، مش احنا اللي هنتلكك على ضربه جزاء زي دي بصراحه بكل امانه. هو تصدى ليها كويس جدا ويمكن ساعده ان كل السوشيال ميديا كانت بتقول ان احنا هنلعب يمين والكلام من ده بالزبط. بس انا كنت اتمنى، انا قلت لحضرتك المباراه السابقه اتمنى ان علي معلول زي ما متعود يحطها في النص عاليه كان يعملها او ناحيه الشمال، ولكن كانت تبقى اقوى من كده شويه. قدر الله وما شاء فعل وهارد لك لعلي معلول. اللي بعديها كوره سهله جدا جدا، ارتقاء عالي يقدر يمسك الكوره بكل سهوله وبكل اريحيه. تاو في ظهره اصلا ومش شايفه عشان هو خايف، وانا قلت لحضرتك من الاول ان هو تحت الضغط هيبقى متوتر. الكوره بتقع من ايده بتنزل للاعب المغربي الباك ليفت بيشوطها بتيجي في رجل كهربا وفي القايم وتطلع، وده برضه بدلك، ولكن ده برضه من الاخطاء المتكرره ليه. الكره اللي بعديها على طول في الدقيقه 32 الكره عاليه من ناحيه اعتقد حسين الشحات اللي رفعها، بيمسك الكره بكل اريحيه برضه بتقع منه تحت رجليه وما بيعرفش يتعامل معاها. هو ممكن تقع مني واعرف ارجع اتعامل معاها، لا ده هو عمل ايه؟ ده عمل مصيبه بقى في الكوره انه رجع بعد ما كهربا حط جسمه عايز يحضن رجل كهربا من تحت. لا ثانيه واحده في اللي فاتت، معلش ارجع لي فريم صغير ده. ايوه هنا هو كهربا حط جسمه، كهربا لو زي ما بنقول بالكوره كده لو صايع كوره كان وقع على وشه، كان وقع. الفريم اللي بعده يعني هو دلوقتي الفريم اللي بعده مسك رجل كهربا اليمين، لازم كان كهربا يبين انها ضربه جزاء. انا شايف من وجهه نظري برضو انها ضربه جزاء، ولكن عشان كهربا لحقها ولعب ممكن ما تتحسبش، بس في العموم اللي يشوف الكره مره واحده انا شايف انها ممكن تتحسب ضربه جزاء برضو، ولكن ده برضو يدلنا دليل على اللي حصل. بالدقيقه 36 الشوط الاولاني ثانيه، يعني كل ده كان في الدقيقه 32.
الدقيقه دي 36 مفيش حاله واحده لويليامز حارس سان داونز. ده معناه ان احنا من الدقيقه 35 اوت اوف ماتش اوت اوف كل اوت اوف كونسنتريشن، مفيش تركيز، نزل المعدل البدني فاثر على الاداء الفني. بس حتى لو ساعات المعدل البدني بينزل بس بيبقى فيه حتى شوتينج، بيبقى فيه انفرادات، فيه كروسات بتتلعب بالدماغ. يعني مثلا موديست جات له واحده كورنر من علي معلول، حط دماغه من تحت كده جت في دماغه وعدت العارضه من فوق ب 30 يارده. لا انا مش بقطع في حد والله، بس دي ممكن لو هو تعامل معاها كويس يا كابتن عادل ممكن تروح في حته سهله جدا، يعني كروس سهل وهو مسته في الحاجات دي وبرضه حط دماغه اصلا في الكوره غلط فطلعت عاليه، ودي برضه بتاعتكم مش بتاعتي. بس انا هرجع للقطه اللي فاتت، كان الشناوي كان فاول وموقف حته صح، واللي اتكلمت عليه الماتش اللي فات قلت لكم تمركز الشناوي بيبقى تحت. المره دي اول مره الشناوي يبقى عند الخمسه يارده، اول ما الكوره اتعملت تشيب باص قدر يروح ياخدها قبل الاثنين. ده في الحال ده الشوط الاولاني، الشوط الثاني مفيش حاله غير الحاله اللي علينا والشناوي عرف يتعامل معاها كويس جدا. ولكن لو كان انا من وجهه نظر يعني بعد اذن حضراتكم واكيد انتوا خبرات اكبر مني، ما كانش لازم يروح برجليه، كان الاسهل يروح يترمي بايده، لان برجليه دي بتحطنا تحت طائله الخطر 50 50 صح. لو لمست الكوره ما اتحسبتش، لو لمست رجليه ضربه جزاء وانذار. انما هنا الاسهل لي انا كحارس لما المهاجم يجي عليا هخوفه برجلي ولا هخوفه وانا رايح طاير بجسمي وقافل عليه كل زوايا؟ هي الكوره بتاعتي اصلا، ها كورتي انا وطايره بالظبط بالظبط. وحتى لو هو خبطنا تبقى فاول عليه هو، انما دي فيها 50 50 بنالتي، لحق ما لحقش ما لحقش. انما الحمد لله لحق وربنا كرمنا وسطرنا وعدت. اتمنى ان الاخطاء الصغيره دي زي ما كابتن عادل قال احنا بنعرض الحاجات دي عشان نتعلم فيها فيما بعد، ده يعني ده تصرف كنت اتمنى ان الشناوي يروح فيه بايده، قدر الله ما شاء فعل. انما اللي عايز نتعلمه برده كهجوم ان احنا يا جماعه لازم جاي لك 50000 بقالك كتير ما جالكش 50000، لازم اسدد مره واثنين وثلاثه والعب على الجون. الجون ما كانش عارف يمسك الكوره، كل كوره بيمسكها بتقع منه، كل كوره باص جاي له مرعوب مش عارف. فاحنا قصرنا في الحته دي شويه، ولكن قدر الله ما شاء فعل. نتمنى الخير في اللي جاي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله القادم افضل. شكرا جزيلا كابتن. ميرسي يا كابتن. هنروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، انتظرونا. ترحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، انا اكيد لو في مكسب النادي الاهلي يبقى فيه ايجابيات، ولما يبقى فيه خساره او ان انت ما بتكملش في بطوله زي بطوله الدوري الافريقي اكيد في دروس مستفاده، اكيد في بعض النقاط لازم نحط ايدينا عليها. انتوا اتكلمتوا على العامل البدني، وانا كان ليا تعليق برضو على حته العامل البدني، لان انت برضو لما غيرت في الدقيقه 70 كان في وقت التغييرات دي تنزل تصنع الفرقه وتعمل التوازن، والحاله البدنيه اللي انت كنت عليها دي كان ممكن تتحسن شويه بوجود التغييرات. التغييرات قدامي بدايه من الدقيقه 70، مودست مكان كهربا، رضا سليم مكان حسين الشحات، وكان في بادلك لرضا سليم ما كملش وغير بعد خمس ست دقايق. قفشه بدلا من اليو ديانج. انت قلت لي انت معترض على بعض التغييرات دي. لا انا معترض على الماتش من اول ما كان في سان داون. لا خلاص ماتش التغييرات بس عدى ماتش سان داون. مش التغييرات بس، الدروس المستفاده بقى. ماشي خلينا نتكلم في الدروس المستفاده، لان الشكل اللي انت لعبته النهارده ده شكل بيأهلك في التعامل مع نوعيه كاس العالم للانديه. الفرقه دي لا تقل عن اي فرقه انت هتلعبها في كاس العالم للانديه. فانت النهارده حصل لك اصطدام بسان داونز في مباراه هناك ومباراه هنا، وواضح من الاسلوب اللي انت اتعاملت بيه هناك ما ينفعش، ولكن الاسلوب اللي اتعاملت بيه هنا هو ده اللي ينفع. فيبقى ناخد بقى الايه الدروس المستفاده، ان احنا لما نلعب مع اي فرقه كبيره
في ده كاس العالم للانديه ان شاء الله او نلعب مع اي فرقه هنا في مصر عرفنا النو هاو والباور بتاعنا احنا. الباور اللي احنا كنا بنتكلم عنه النواقص ايه؟ النواقص ان انت محتاج تعمل حاله تدوير شويه كده مع الفرقه وتاخد الباور الاكبر قوه عندك من فرديات لعيبه وتلعبها. انا لما بيبقى عندي اربع خمس لعيبه زي بتوع صن داونز الاماميين دول وانا عندي زيهم العبهم في اي حته مش مسميات وينج ليفت وينج رايت هاف رايت وهاف رايت وسنتر فيرود لا ده انا عندي امكانيات لعيبه تقدر تلعب سنتر فيرود زي بيرسيتاو ده محمد طاهر ده اللي هو شفناه الماتش اللي كان هناك ما شفناهوش المره دي خالص كان ممكن يلعب ثلاث حربه النهارده ويهت في الناس دي كلها ويعمل اللي هو عايز الباور ده اللي انت ده. عندك مليون حاجه لازم تفكر فيها ولازم تفكر بالاسلوب اللي ازاي تمشي فيه بعد كده في المباريات الكاس العالم للانديه. انت خرجت من البطوله دي وانت داخل البطوله دي اصلا النتائج زي ما الكابتن قالوا ما كانتش مظبوطه. إيه عندك ظروف دايما انا بقول الاهلي بيخسر بظروف دايما مش يعني يا هارد لك ما فيش جوان ولكن عدم انت توفيق. عدم توفيق ولكن انت لا انت لازم نتكلم الحقيقه انت عندك من الامكانيات واللعيبه اللي هي تقدر تتدور من جوه الملعب مش لازم اغير من على الخط انا ما ينفعش اغير كهربا موديست بيني وبينك يعني ما حتى كهربا هو ماشي كده في ال 18 ليه حس وليه دور يعني ليه دور هم بيبحثوا في الراجل ده لسه على اساس انه يقدر يمكن يكون عنده كل ما بيكتسب لياقه بدنيه ممكن يكون ليه مكانه ولكن واضح ان جو المصري او شكل الكره هنا مش بتاعته يعني او مش ده عايز فرق تانية غيرنا احنا يعني ف اللي انت بتقوله او غير جاهز بدنيا حتى الان ده لا لا موضوع خلاص اتفرط فيه وشفناه الشكل اللعيبه اللي عندك ما تغربهاش عن الملعب يعني النهارده يعني انا زعلان قوي على رضا سليم ده انه تعور يعني برضو هيغيب عني شويه وانا كنت يعني انا ما تغربليش حسين الشحات وتقعده وبعدين ترجع تنزله لي ثلث ساعه وبعدين مارتش انا ما لاقاهوش خالص فيه فهمت انا بكلمك بقى ايه انا عايز ادور على اللعيبه بتاعتي البار في اللي هي بتهت اي فرقه بتلعبها اللي بيعرف يجيب جوال واللي بيعرف يعمل حاجه واللي بيعرف يعدي من ناحية اليمين زي ما بيقول لك انا عايز اشوف الطرف بتاع الراجل الديفندر اللي هو اشتغل ديفندر بس النهارده مع ان هو عنده حته الجرأه وعنده الثقه وبيرقص وعنده البرود ازاي يقف على كورته عنده شخصيه يعني فاحنا دايما بنكسب وما ننساش راجل اسمه محمد هاني ده راخر محمد هاني ده شال الفرقه وشال منتخب مصر بقاله فتره اتبرى يعني بدنيا خلص يطلع من ماتش الجزائر على ماتش الحب الثاني على النادي الاهلي بيلعب هناك في تسيمبا ويرجع ده في لعيبه بتلعب كل ثلاث ايام ماتش كانت وعليها ضغط منتخب مصر وفهمتني فبرضه دي لعيبه عندي انا ما انساهاش واقدر اوظفها في اي حته مش عاجبك بتسال على ديفندر جنب محمد عبد المنعم وكده محمد هاني ده ممكن يبقى ديفندر جنب محمد عندك تدوير في مليون حاجه عندك لعيبه كتير قوي تقدر تيجي باك ليفت دلوقتي وتيجي ما انت غصب عنك اللعيبه اللي بتلعب دي بتلعب كل يوم لازم يبقى عندك الكتيبه اللي احنا كنا بنتكلم عنها ازاي انا ادورهم في وسط الملعب ماتش زي اللي انت عملته النهارده ده لغيت صن داون صح صن داون زي النهارده رياكشن رد فعل ليك ليه؟ لانك انت واقف على رجلك كويس قوي اول 45 دقيقه او 35 دقيقه او 40 دقيقه انت اللي بتاخد الكره الثانيه انت اللي هاجم انت اللي عندك الشخصيه كان ناقصك الثقه بقى اللي هو الجون الثقه الجون الجون لو دخل خلاص بقى انت هتشتري وتبيع فيهم زي ما انت عايز والتاني والتالت وتعمل اللي انت عايزه ليه؟ عندك امكانيات تقدر تعمل؟ امام عاشور اللي احنا بنقول عليه بدنيا مش قادر كنت هتشوفه حاجه ثانيه هتلاقيه فري هتلاقي ماشي حد بقى حاجه ثالثه حطيت ايدك على ايه انت والكباتن هزت الشبكه لا 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 حته اللي انا بتكلم على النواحي البدنيه بس اللي حضرتك تقول عليه دلوقتي حته ادار الفرص الصح انا بتكلم انت ما تكلمنيش على اول هاف تايم وما تكلمنيش على ثاني بتكلم على اول هاف تايم ده حاجه طبعا وثاني هاف تايم ده حاجه خلينا في اول هاف تايم احنا قبل الماتش
كلنا اتكلمنا كويس، قلنا لو احنا هنضغط عليهم على طول احنا مش هنستحمل اسلوب الضغط عليهم 90 دقيقه طول. كلنا قلنا قبل ما نتفرج، حتى لو كنا احنا في كامل لياقتنا البدنيه، حتى لو احنا مين مع فرقه زي دي برضه، لا فرقه ليها رد فعل وبتعرف تباصي وبتعرف راجل محفظهم وبيلعبوا باثنين خمسه ثلاثه وبيلعبوا باربعه خمسه واحد وبيلعبوا ثلاثه خمسه اثنين وبيلعبوا اربعه ثلاثه ثلاثه، عندهم جميع التشكيلات على حسب الزبون اللي قدامهم يلعبهم ازاي. الزبون اللي قدامهم النهارده لغاهم صح. خلاهم عملوا كده لدرجه ان حارس المرمى كان عامل ازاي مرعوش، الكره تيجي يروح وقع منه فرخه مش عارف يمسكها ولا وانت حظك اللي مش موفق فيها. كور كانت بتتلعب تقول عندك الكره بتاعت بيرسيتاو دي ده ما حدش ياخد باله منها خالص، لما اتعادت مش اوف سايد كنت عتيت جول، لو اتعادت ده ثلاث حالات ده بتاعت بيرسيتاو دي كره المباراه كمان اللي هي بعد ضربه الجزاء اللي راحت دي. معنى ان انت بتخش جوه ال 18 النهارده وبتعمل كل المشاكل دي معنى ان انت الاحسن، انت هناك ما اشوفكش خالص، انت ما رحتش هناك ليه؟ لانك لعبت ورا واديت كل اللي نفسه فيه، واتكلمنا في الموضوع ده كتير. فما يستحدث من اللي جاي انت قادر وتقدر، مش انت مش بعيد. احنا شككنا بعد مباريات كتيره بتحصل بعد سيمبا وبعد سان داونز هناك، احنا ابتدينا نشكك في نفسنا، نبتدي نشكك في اللعيبه، ابتدينا قلنا بقى في ناس كبرت وناس عملت وناس، ولكن بعد ما تشوف التوليفه اللي انت بتنزل بيها عندك توليفه وعناصر تقدر تلعب مع بعض ليها انياب جامده جدا، وهرجع واقول لك سان داونز دي فرقه جامده جدا طبعا، انك انت تلعب عليهم الجيم ده وتعمل فيهم كده اللي انت عملته النهارده ده، انسى النتيجه 0-0 انت غير موفق النهارده، هم ما ضيعوش حاجه ما راحوش للشناوي بيتلككوا حتى للشناوي في الكره اللي هو طلعها برجله. ف انت عندك الامكانيه ولكن تنظيم بقى، تنظيم الفرقه كلها كابتن ايمن من جوه. انت عارف احنا كنا زمان بنجتمع بلال لوحدنا، نخش الجامع مع بعض ويجي كابتن فريق والناس الكبار اللي في الفرقه ونقعد نتكلم مع اللعيبه بتتكلم بعض. انا ماليش دعوه بالاداره، انا ماليش دعوه بالكوتش، انا بتمرن نفس التمرين ده هو كل يوم كويس، بس انا الفعل اللي في الملعب. فكانت اللعيبه هي اللي بتلم نفسها وهي اللي بتاخد القرار مع نفسها وهي اللي بيبقى لها وجود. وياما من سنتين فاتوا كده راح مننا دوري ومش عارف ايه ورجعنا خدنا الدوري بفارق وخدنا افريقيا وخدنا اربع خمس بطولات في سبع ثمان اشهر. فحكايه ان احنا عندنا امكانيات، ولكن مستر كولر بليز يعني عندك لعيبه كتيره كويسه قوي، توليفه بقى، تنازل عن الثوابت، بيرستاو يمين ولازم فلان شمال جرب بيرستاو لسه كمان مش عارفين راس حربه يعني. اول ما جانا بيرستاو ده لعب راس حربه على فكره وجاب جولين في اول ماتش وعمل الحركه بتاعته اسماعيلي يعني اسماعيلي الراجل ده خطر جدا في ال 18 وعنده ادوات شخصيه اللاعب اللي هي تقدر تجيب جول سهل جدا وسريع جدا ولعيب كويس ومخه كويس وبيقدر كمان يتعامل مع اللعيبه كلها بالاسيستات، يعني هو اسيستنج كويس جدا وفناش كويس جدا. ف عندنا كل الامكانيات، فمش ما تخليناش النهارده بعد ما خرجنا من بطوله حلوه اصلها البطوله دي من غير الاهلي بعد ما خرجنا احنا النهارده ولا ليها طعم. فريقين كبار اللي يلعبوا بعض، ولكن وجود الاهلي في الفاينل ده قصه ثانيه. 105 مليون بيروحوا معاه على المغرب وبييجوا معاه من المغرب هنا، كنت شفت هتبقى الاجواء والافراح ازاي والاحتفالات شكلها عامل ازاي. انت في ظل الظروف اللي احنا بنعدي فيها الناس برضو كان نفسها تكون في بطوله زي دي في الفاينل يعني، فبس هو مش مقدر لك، ولكن انت ما عندكش حاجه فايتك قوي. ليه؟ لان اللعيبه جابت رساله النهارده في ال 40 دقيقه الاولانيين ان احنا قادرين الحمد لله ان احنا على اي حد ما يبقى سان داونز بالامكانيات بتاعته دي كلها، الحقيقه فريق متكامل جدا، يبقى انت مع اي حد بعد غير سان داونز تقدر بقى سيتي كلاب، تقدر اي فرقه هتلعبها في انديه كاس العالم الانديه تقدر تعدي عليهم كلهم، تقدر تعمل انت لانك عندك يعني ما عندكش حاجه، انت مش بعيد، لا بعيد جوه، انت جوه وجوه كويس قوي. وانا سعيد ببعض اللعيبه ان بقت عندي في النادي الاهلي، يعني انا سعيد بامام عاشور الحقيقه.
عيد بعودة باك رايت كمان عندي ولسه أكرم توفيق وفي واحد كمان كريم فؤاد. كريم فؤاد إن شاء الله. وفي عندي أنت لما بتجيلك الناس بترجع عندك كم كبير من اللعيبة عندك إيه بقى اللي ناقصك؟ تكسب تزور شبكة الخصم. لا ما انت بتزورها بس ثقة الاهداف ترجع تاني. الاهداف كتير قوي الضيعة. انت عندك ماتش امتى اول ماتش جاي؟ انبي ولا مين؟ شوف الدوري بقى ان شاء الله. هنشوف حاجة تروح كسبانك انبي يوم السبت الجاي. تمسك اي فرقة السبت الجاي انبي ان شاء الله. تمسك اي فرقة اثنين ثلاثة تراعي الثقة رجعت تاني للعيبة بتاعتك وعرف طريقة التهديف وعرف طريقة الفوز وانسى. هتنسى ليه؟ لانه مش مقدر لك. لازم تنسى. خلاص بس تستفيد من اللي حصل. وبعدين البطوله دي بطوله جميله الحقيقه. عرفتنا احنا ووريتنا حاجات للمستقبل اللي جاي. انت داخل على بطوله افريقيا دول اللي هتلاعبهم برضه وكاس العالم للانديه. دول لا سيبك كاس العالم للانديه. احنا اتكلمنا على كاس العالم للانديه خلاص. احنا خدنا شريحه من افريقيا اهي جامده جدا لعبناها وكان ممكن هتروح تلعب برضه في شريحه ثانيه جامده جدا. انما انت هتلعب في افريقيا ثاني مع دول خلاص بقى عرفت لما جه لاعب صن داونز تاني ها ما رجعلوش نص ملعب بقى بقول له تعالى اعمل فيها اللي انت عايزه. لا اهجم عليه هناك وانا عندي امكانيات وفرديات لعيبه بتعرف تجيب جون وبتعرف تشوط وبتعرف تعمل كل حاجه. ولكن يوم ما نقابله نبقى باذن الله لعبتنا كلها في حاله كويسه مفيش اصابات كل فول تيم بتاعك السكواد بتاعك كامل باذن الله. هو نتمنى ان شاء الله ان السكواد يكون كامل واللعيبه يعني يبعد عنها شر الاصابات. ولكن دي اوحش حاجه لاي فرقه الحاجة. اعتقد خروج رضا سليم النهارده حاجه من اتنين. يعني انا يمكن كلنا كلاعيبه مرينا ببعض الاصابات اللي زي دي. ان رضا سليم ما يستحملش ويطلب حتى هو اللي طلب الترقوب التغيير تركوب. حاجه من اتنين يا خلع في الكتف يا كسر في الترقوب. يعني يجيبها شرخ نجيبها كدمه جامده ان شاء الله يعني يا رب تشوف باذن الله يا رب ويرجع برده بسرعه يعني باذن الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله. كابتن اسامه خلينا نتكلم على البطوله مش هنتكلم على الماتش النهارده بالتحديد يعني او ماتش صن داونز اللي فات بالتحديد ولكن خلينا نتكلم على البطوله ونتكلم على بعض النقاط الفنيه اللي انت لاحظتها في خلال الاربع مباريات. انا مثلا لاحظت في خلال الاربع مباريات ان الاداء الفني في الشوط الثاني للنادي الاهلي في الاربع ماتشات بدون استثناء بيقل بصوره كبيره جدا. ولكن مع وجود بعض التبديلات والتغييرات اللي سواء بتحصل في اوقات مثلا في الدقيقه حاجه و60 او بدايه من الدقيقه حاجه و70 ولكن برضو التغييرات دي ما بيبقاش ليها مردود كافي ان هو يعمل التوازن بتاع نقص الحاله البدنيه. ايه الاسباب؟ اسباب يا عدم جاهزيه بعض اللعيبه يا اما احيانا ممكن تبقى تغييرات مش موفقه من المدرب الفني او متاخر. يعني في حاجات كتير بحس انه تملي التغييرات بيبقى فيها تاخير في الوقت في احيانا لعيبه كويسه المفروض ما تغيرش تلاقيها بتغير. لعيبة أقل موجودة في الملعب ومش قادرة. ففي حاجات بتبقى ساعات في أمور أخرى زي أيوة. مثلا نتكلم على الشوط الثاني دايما بيبقى في اختلاف مثلا. لا هقول لك مثلا واضح النادي الأهلي في حاجة ملحة راس حربة دي ما فيهاش كلام لأنه أنت معتمد على كهربا. كهربا طبعا لعيب ممتاز ولعيب هايل أساسا. كهربا مش راس حربة أساسي لكنه خطر ومؤثر ولكن مش من اللعيبه اللي هتقدر تعتمد عليها 90 دقيقه طول الموسم. يعني لابد من مساعده لكهربا في هذا المركز. مع احترامي الكامل انا شايف ان النادي الاهلي في حاجه ملحه كبيره جدا لراس حربه. مش قادر تجيب راس حربه دلوقتي او مفيش توفيق في اللي موجود او كذا يبقى أنا كمدير فني لابد أن أخلق بديل بأي طريقة. ساعات كتير جدا في مديرين فنيين بيلعبوا لعيبة يبقى راس حربة وهمي يبقى شكل معين تاني تولف عليه الفرقة. لكن مش ممكن أنا كهربا يفضل يلعب
طوال الماتشات ولازم هو اللي يجيب الاجوان هو لازم يكسب. طب افرض مش موفق، افرض مش قادر يكمل الماتشات ورا بعض، لازم يبقى في حد مؤثر هنا. فدي نقطه واضحه جدا مؤثره. طب إيه؟ نفس الشيء ايه. طب ما تيجي نشوف مستر كولر قال ايه في المؤتمر الصحفي بعد المباراه ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. Ja, ich kann es relativ kurz machen. Ich denke, heute hat nur eine Mannschaft gespielt und das waren wir. Wir haben eine fantastische erste Halbzeit gehabt, hätten 3-0 führen müssen mit den Chancen, mit dem verschossenen Elfmeter. Das hat leider nicht gereicht und so ist das halt im Fußball auch. Ich habe natürlich auch volles Verständnis für die Spieler, sind alle enttäuscht, für die Fans. Aber wir haben ein starkes Spiel gezeigt und ja, hätten Tore schießen müssen, ist uns heute nicht gelungen und darum sind wir ausgeschieden. أنا مش هتكلم كتير، الموضوع واضح. احنا كنا الفريق الأحسن، مفيش غير فريق واحد بس اللي لعب كورة النهاردة هو النادي الأهلي. الشوط الأولاني عملنا شوط رائع جدا، أضعنا كمية أهداف كبيرة جدا. كان المفروض الشوط الأولاني يخلص مستريح 3-0 بضربة الجزاء الضايعة، لكن للأسف ضيعنا جوان كتير. خسر الفريق النهاردة أو خرج الفريق الأفضل. أنا متفهم جدا لحزن الجمهور وحزن اللاعبين الكبير جدا، لكن هذه كرة القدم للأسف ساعات بتديها ظهرك، وللأسف حظنا النهاردة رغم المباراة الكبيرة اللي احنا عملناها النهاردة إن احنا ما تأهلناش. أحمد عصام، في البداية يعني هارد لك الخسارة. انت حضرتك عملت موسم اول كان تاريخي مع النادي الاهلي بالفوز بخمس بطولات. النهارده احنا لسه في شهر 11، اول يوم في شهر 11 والنادي الاهلي خسر بطولتين. تعليقك ايه على الموضوع ده؟ يا das ist so. Also man kann ja nicht immer davon ausgehen, dass man jedes Spiel gewinnt. Das ist halt einfach so, das ist auch der Sport. Und wir haben beim ersten Wettbewerb, das war natürlich noch in unserer Vorbereitung, wir hatten einfach auch zu wenig Zeit, um richtig dabei zu sein. Haben da auch mit einem Elfmeter verschossen. Wir waren ja eigentlich über das ganze Spiel auch nicht schlechter, haben aber unsere Möglichkeiten leider auch nicht verwertet in diesem Spiel. Und dann geht es so. Ne? Also das waren jetzt zwei Spiele. Sundowns haben wir 1-0 verloren. Hier hätten wir gewinnen müssen. Das ist uns nicht gelungen. Das ist eigentlich auch. Ich möchte da die Spieler auch in Schutz nehmen. Das ist wie wenn sie auch bei ihrer Arbeit, das ist ja nicht jedes Mal so, dass das vielleicht ein Bericht, dass der super gut ist und alle lesen den und alle finden den fantastisch. Das ist bei den Spielern oder anderen, die arbeiten, die bringen auch nicht jeden Tag, die ganze Woche immer Topleistung. Und das ist normal auch bei den Fußballern möglich. Ja? Und das hat nichts mit Geld zu tun, sondern ist halt einfach auch, man kann mal einen schlechten Tag haben, man kann mal nicht so gut drauf sein. Das war heute nicht der Fall. Die Spieler haben alles gegeben, haben alles rausgehauen. Das Einzige, was gefehlt hat, dass wir Tore schießen. Aber eben nichtsdestotrotz ist es auch möglich, dass man mal Spiele verlieren kann. ما فيش حاجة في الكورة إن الواحد لازم يكسب كل الماتشات اللي بيلعبها وياخد كل البطولات اللي بيدخلها، ده مش موجود في الكورة. لازم جزء من ثقافة الكورة إن بيبقى في يوم بتتغلب فيه، يعني ما فيش حاجة اسمها إن أنا بكسب كل حاجة في طول الوقت. الماتش الأولاني اللي إحنا خسرناه أو البطولة الأولانية كنا في فترة الإعداد لسه، وفي أول فترة الإعداد كمان لسه ما كناش دخلنا في ريتم ماتشات، لسه ما كناش في حالة بدنية جاهزة عكس المنافس. فراحت مننا اول بطوله. الماتش الثاني، البطوله الثانيه اللي بتضيع مننا دلوقتي، احنا كنا الفريق النهارده الاحسن. ضربه جزاء ضايعه، فرص ضايعه، احنا الفريق المسيطر تماما على المباراه، بنعمل كل حاجه في الكوره لكن الكوره مش عايزه تخش جول. يعني ما فيش اكتر من كده غير يتقال. لكن انا اهم حاجه ان انا عايز برضو ان انا دافع عن لعيبتي واحميهم. اللعيبه دي النهارده ادت كل حاجه، عملت كل حاجه في الكوره، محدش بخل بنقطة عرق النهاردة، كله أدى كل اللي عليه، وكان غايب التوفيق والحظ بس.
كمان حتة مهمة جدا لازم برضو حاجة عامة مش على ماتش النهاردة، ان لعيب الكورة بني ادم بيبقى زيه زي اي حد زي حضرتك في شغلك، مش كل يوم بتعمل شغلك احسن حاجة، في ايام لازم بتيجي ليك بتبقى رايح الشغل مش في احسن حال، مش حضرتك بس، اي حد في شغله. مفيش حد بيفضل طول عمره 365 يوم في السنة بيأدي كل يوم توب في الشغل بتاعه في اي شغلانة، الموضوع ملوش علاقة بالفلوس، الموضوع علاقة ان احنا بني ادمين ودول بني ادمين، ممكن يحصل في يوم ان هو ما يبقاش قدر او ما بيديش احسن حاجة في شغله زي اي حد في احسن يوم في شغله. لكن انا بتكلمش برضه على ماتش النهاردة، لان ماتش النهاردة مفيش حد قصر، ماتش النهاردة كل اللعيبة عملت اللي عليها، كل اللي كان غايب النهاردة بالنسبة لنا هو التوفيق. ومرة تانية برجع للنقطة الاولانية، مفيش فريق في العالم مهما كان اسمه بيكسب كل الماتشات كل البطولات. مستر كولر، اكيد الكرة مكسب وخسارة، بس المهم يكون في دروس مستفادة من الخسارة. خسارة بطولتين في اقل من شهر على جمهور الاهلي بيبقى صعب، فكيف ستستفيد من هذه الخسارة في ظل انك عندك بطولتين خلال شهر، اربع مباريات في مجموعات دوري الابطال وكأس العالم للاندية؟ Aus diesen Niederlagen lernen, nach vorne zu schauen. Ja, das Einzige, was wir machen können, ist weiterarbeiten, dass wir gut trainieren, dass wir konzentriert sind, dass die Spieler sich gut ernähren, dass sie viel schlafen. Ja, das ist das Einzige, was wir machen. Und wir haben zwischen den Spielen haben wir nicht viel Zeit. Das ist dann immer wieder natürlich auch schwierig im taktischen Bereich zu arbeiten. Und da versuchen wir dann in kleineren Gruppen das eine oder andere mitzugeben. Aber schlussendlich ist ja das entscheidend, was hier draußen auf dem Platz passiert. Ja? Und das war heute gut. Das war, sie haben alles umgesetzt, was wir vorgängig besprochen haben. Das Einzige, was gefehlt hat, waren die Tore. Und da müssen wir noch konzentrierter sein in der Box drin, noch gieriger auf Tore aus sein. Und dann ja, muss man das auch mal erzwingen. Und das ist uns heute nicht gelungen. Aber ich bin überzeugt, dass wir in den nächsten Spielen dann ja, das wieder hinkriegen und dementsprechend Spiele gewinnen werden. Haben wir einen Schuh? Wir haben einen Morgen gut und einen gut. Ich habe einen Schuh. Ich habe einen Schuh. Ich habe يعني مش عايزين تسمعوا عادي على فكره. تمام. فمهم ان احنا نشتغل كويس، نشتغل اكتر، نركز اكتر، ندي اكتر في الفتره اللي جايه. اللعيبه تنام كويس، تاكل كويس، التغذيه تبقى مظبوطه، كل حاجه زي ما احنا ماشيين عليها نزود فيها اكتر ونعمل اكتر. للاسف طبعا مع ضغط الماتشات اللي احنا فيه بيبقى الوقت اللي بين الماتشات قليل للشغل التكتيك او شغل التكتيك ان احنا نشتغل عليه كتير. لكن انا بحاول ان انا رغم كده اشتغل مع اللعيبه في مجموعات اصغر كل شويه كل يوم، بحيث ان احنا نحسن نفسنا. ما عندناش رفاهيه غير ان احنا نتحسن وان احنا نتمرن احسن وان احنا ندوس على نفسنا اكتر. هرجع لماتش النهارده تاني. النهارده ماتش النهارده مفيش حد بخل من اللعيبه باي حاجه، اللعيبه عملت كل حاجه، نفذوا كل الحاجه انا كنت عايزها، ما كانش غير حاجه واحده بس اللي ناقصه ان احنا نجيب اجوان. بنضيع اجوان كتير، لازم نبدا ان احنا برضو النقطه دي نشتغل عليها اكتر الفتره الجايه لانها مستمره معانا، ان احنا نبقى اشرس جوه ال 18، ان احنا نكون عندنا غل اكتر جوه ال 18، عندنا تركيز اكتر جوه ال 18 عشان نقدر نحول الفرص اللي بتجي لنا دي الاهداف، لان هي دي النقطه اللي عامله لنا مشاكل حاليا. لكن انا متاكد بالشغل اللي احنا هنشتغله وهنكمل فيه الموسم ده وهنقرص على نفسنا الفتره الجايه هنكسب الماتشات اللي جايه ان شاء الله، وهنظهر بشكل احسن واحسن مع مرور البطولات او الايام. كلامه زي بس دي اصغر من مودست لاعب لحد ما يجهز. شكرا. Denn die Entscheidung dann Modest oder Auswahl Modest dann die beste Entscheidung die Al-Ahli gebraucht hat in so einer kritischen Zeit wo einen Stürmer gebraucht hat und hat Al-Ahli dann den Luxus dann auf einen Spieler so lange zu warten dass wieder fit ist und spielen kann. Ja, es braucht halt einfach Zeit. Ja. Er hat natürlich trainiert, aber hat nicht diese Intensität gehabt. Er hat, ich denke, er braucht mal zwei, drei Spiele in der Meisterschaft. Das ist jetzt gut, dass wir jetzt in der nächsten Zeit in der Meisterschaft spielen können, dass er diesen Rhythmus bekommt. Und dementsprechend ist das aktuell die Situation.
الوضع الحالي ان هو كان قبل ما يجي لنا قعد فتره ما بيتمرنش في شده عاليه او في مستوى العالي، ده المتاح حاليا ولازم اشتغل عليه. هو محتاج انا من وجهه نظري ماتشين ثلاثه ممكن في الدوري، في مستوى الدوري مش الماتشات اللي بالشده العاليه اللي زي ما احنا فيها دلوقتي. في ماتشات الدوري هتبقى مناسبه ليه ان هو يقدر ان هو يجيب فورمه ويبدا ان هو يعود لمستواه، وان شاء الله احنا ده اللي قدامنا ولازم نشتغل عليه ولازم نجهزه الفتره الجايه. ثانك يو كوتش، ثانك يو كابتن، ثانك يو. رجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وانضم لنا الان زميلنا العزيز محمد الباز لتعليق على اهم ارقام مباراه اليوم. مساء الخير. مساء الخير يا كابتن ايمن، هارد لك. الارقام النهارده فعلا مختلفه زي ما حضراتكم قلتم بالظبط، شوط اول كامل مختلف تماما عن الشوط الثاني. ولو بصينا على احصائيات الشوط الاولاني هيقول لنا ارقام يعني المفروض تترجم لاهداف كثيره ونتائج صحيح. يعني تعكس البطوله كلها مش المباراه. خلينا نستعرض مع بعض اول حاجه سريعا احصائيات الشوط الاول فقط قبل ما نخش في احصائيات الشوط الثاني لوحده عشان نشوف الفوارق ما بين الارقام كانت عامله ازاي. الشوط الاول كان شوط مختلف تماما، بان فيه النادي الاهلي بالناحيه الهجوميه كانت فعلا شرسه. نبدا الاول بالفاولات لان احنا شفنا النهارده كان فيه احتكاكات كثيره، كان فيه فاولات بشكل كبير جدا حتى من ناحيه سان داونز على الاهلي 6-4. بالنسبه للركنيات وصلنا بشكل كبير جدا 7 ركنيات للاهلي في الشوط الاولاني مقابل ركنيه واحده لسان داونز. بالنسبه للتسلل وده اللي احنا شفناه كان في منهم طبعا اكتر من تسلل، هيتم شرحه ان هو ما كانش صحيح، 5 تسلل حسب ضد الاهلي ولا تسلل لسان داونز لان هم ما كانوش بيوصلوا بشكل كبير حتى في الركنيات. بالنسبه للتسديدات احنا طبعا 11 تسديده 3 منهم اون تارجت على المرمى بنسبه 27%. سان داونز التسديدتين فقط منهم واحده فقط على المرمى، يعني ده رقم برضو يعني بيورينا احنا قد ايه كنا مسيطرين وواصلين وبنسدد. هو سان داونز ما وصلش بشكل كبير. الاهداف المتوقعه الاكس جي كان ممكن نحرز 3 اهداف يا كابتن ايمن. سان داونز طبعا ولا هدف، ده من الفرص ومن كواليتي التسديدات واللي حصل في الشوط الاول. بالنسبه للفرص 6 فرص للاهلي، 6 فرص للاهلي مقابل فرصتين لسان داونز. بالنسبه للاستحواذ احنا كنا مستحوذين بشكل كبير 57% مقابل 43% لسان داونز. بالنسبه للتمريرات 206 تمريره منهم 166 تمريره 81% الدقه بتاعتهم، ولكن الناحيه الثانيه سان داونز طبعا 117 تمريره. ده بيقول لنا ان احنا كان كنا مستحوذين على الكوره كانت في ارجل لعبتنا بشكل كبير جدا. التمريرات القصيره لعبنا الشورت باسس بشكل كويس جدا 154 شورت باس صحيحه من 172 يعني نسبه 90%. اما سان داونز 134 منهم بس 112 صحيح 84. التمريرات الطويله احنا لعبنا بقى تمريرات طويله كتيره 20 تمريره طويله منهم 10 صحيحه بنسبه 50%. اما سان داونز لعبوا 20 لونج بول منهم بس 4 صحيحه الدقه هنا، ولكن النسبه هي تتساوى. بالنسبه للعرضيات لا احنا رحنا عملنا عرضيات 14 عرضيه منهم بس 2 للاسف يعني كان بشكل صحيح 12 بنسبه 14%. سان داونز عرضيتين فقط في الشوط الاول منهم واحده فقط صحيحه بنسبه 50%. المراوغات احنا طبعا شفنا ليه ذكرنا المراوغات النهارده لان كان في اكتر من مثال طبعا او اكتر من حاله كنا في حاله الواحد على واحد بشكل كبير جدا من لاعبتنا 10 منهم 6 صحيحه بنسبه 60%. سان داونز طبعا مميزين في الواحد على واحد عملوا 6 منهم 4 صحيحه. كسب الكره احنا كسبنا الكره 49 هم 42 يعني ارقام متساويه. اما خساره الكره خسرنا الكره 18 مره في الشوط الاول، ده بيدلل ان احنا كنا يعني مركزين بشكل كبير جدا. اما سان داونز خسروا الكره ب 23%. دي ارقام الشوط الاول، هنبص سريعا على ارقام الشوط الثاني هنشوف حاجه ثانيه خالص، هنشوف مباراه ثانيه خالص يعني. لكن الفاولات كانت زياده استمرينا او استمرت طبعا الاحتكاك في الفاولات 7 ضد الاهلي او لصالح الاهلي يعني و6 لصالح سان داونز. الركنيات واحده فقط للاهلي. احنا شفنا طبعا الشوط الاولاني كنا وصلنا عملنا ركنيات كتير جدا 7 هنا 1 سان داونز ولا ركنيه في الشوط الثاني. بالنسبه للتسلل 1-1 كان الشوط الاول طبعا تسللات كتيره زي ما قلنا. التسديدات 3 للاهلي منهم واحده بس اون تارجت
بنسبة 33%. سان داونز ولا تسديدة هي طبعا الواحدة بس، وطبعا ما كانتش دقيقة. الأهداف المتوقعة ما حصلناش حتى وصلنا إن هي يبقى هدف. ده الشوط الثاني، أرقام مختلفة تماما عن بعض، وريتنا شوط وشوط مختلف تماما. احنا عايزين برضو سريعا نبص على الاختراقات، يعني على أرضية الملعب بقى بالصور يا كابتن أيمن والكباتن، هنشوف الاختراقات من الممرات الخمسة كانت عاملة ازاي. يعني بتورينا طبعا الاهلي فعلا قدر ان هو يعني يهاجم سان داونز بشكل كويس جدا من الممرات الخمسه. نشوف يا كابتن ايمن، طبعا بنتكلم على الممرات الخمسه، بنتكلم على 11 من هنا ناحيه اليمين، ده طبعا الممر الايمن 11 مره وصلنا من كهجمات واختراقات، 11 مره من ناحيه اليمين وسبع مرات من ناحيه الشمال. طبعا بنتكلم على الهاف سبيسز اللي هي اربعه برضو ناحيه الشمال او الجانب الايسر الداخلي، واما الجانب الايمن الداخلي هو برضو الهاف سبيس هنا خمس مرات، ولكن من العمق ما كانش فيه لا. وده بيدلل ان احنا فعلا ما شفناش تسديدات من خارج المرمى بشكل كبير جدا، هي محاولتين فقط ما كانوش بالدقه العاليه. ده بالنسبه للنادي الاهلي. نخش على سان داونز، ارقام ضعيفه. يعني انا شفنا سان داونز في المباريات اللي قبل كده كانت لا الاختراقات بشكل كبير جدا، هنا يعني ارقام ضعيفه جدا مقارنه بالنادي الاهلي. في الخمس ممرات على مرمى النادي الاهلي يعني كان ابرزهم او احسنهم شويه ناحيه اليمين والجانب اليمين او الهاف سبيس اللي هو الجانب الايمن الداخلي. كنت قبل المباراه كابتن ايمن عرضنا ان مباراه بيترو اتلتيكو امام سان داونز، مباراه العوده بالاخص، هي قد تكون هي المحور اللي هو منه مارسيل كولر كان نقدر نقرا الخصم بشكل كويس جدا، واعتقد شفناها النهارده في ارضيه المباراه. عندنا بعض الحالات سريعا جدا هنستعرض مع بعض. ده طبعا اول حاله بتورينا الضغط الشرس اللي كان عامله النادي الاهلي في الشوط الاول، حتى الضغط باكتر من لاعب، بالاثنين لعيبه وثلاثه. احنا خدنا مثال بس سريعا، شفنا هنا في الدقيقه كانت 20 كان على طول هم يمسكوا الكوره، كان اربعه ثلاثه بيضغطوا، في اثنين بيامنوا، في غلق زوايا التمرير بشكل كويس جدا. ده شفناه في الشوط الاول. اما اللي انا عايز اوصله هنا من هنا كابتن ايمن، كنا بنتكلم قبل المباراه على بيترو اتلتيكو كان بيلعب الحته دي، بيسحب اللعيبه ويرمي اللونج بول في ظهر اللعيب، وزي ما قلت لحضرتك هو ده اتطبق في ماتش الاهلي النهارده. ده الدقيقه 38 على سبيل المثال. مشكلتنا ايه بقى يا كابتن ايمن؟ احنا بنقول عندنا فرص كبيره جدا في البطوله كلها، ما عرفناش نترجمها لاهداف. عندنا مشكله ثانيه في الدقه، دقه اللونج بول، دقه الباسز، دقه حاجات كتيره جدا. يعني مثلا نبص على لعيبه سان داونز وهم مغطيين الاوفسايد، الكره ما راحتش في هناك في ظهر المدافع، تمكن حتى لاعبتنا او كهربا او حتى كان حسين الشحات ان هو يبقى وشه على المرمى ان هو يستلم الكره بشكل كويس ويشكل خطوره. للاسف كره طبعا نزلت يعني ضعيفه او خلفه فاتقطعت. نفس المثال يعني نبص برده في الحالات، هنا مثال تاني يا كابتن ايمن، شوف يعني طبعا اتجاه المرمى طبعا سان داونز ناحيه الشمال، نفس الكوره اتلعبت برضو لونج بول، كان في مساحه كبيره جدا في ظهر خط دفاع سان داونز، ولكن ايضا الكوره نزلت للاسف برضو ما كانش فيه الدقه الكبيره، ما كانش فيه السرعه برضو من عندنا ان احنا نستغلها. الدقيقه 56 ده برضو مثال تاني اتكرر بنفس الشكل، يعني نفتح الكادر الكوره اتلعبت لونج بول، ولكن طبعا يعني خلاص لعبتنا كانت في الاوفسايد. يعني اشترك 82 حتى في نهايه المباراه، يعني هنا شويه انا اعتقد يعني الكوره كانت ممكن تجيب الصوره اللي قبل دي تاني بعد اذنك عشان انا بس هوريك العدد بتاع فرقه سان داونز هنا في نص ملعبنا. بالظبط هنا في تقريبا سبع لعيبه صحيح في نص ملعب النادي الاهلي. بالظبط يعني لو في دقه في التمرير مظبوط مع سرعه من المهاجمين كان ممكن بسهوله نوصل للمرمى للشوط الثاني. مظبوط ولكن هذا لم يحدث. بالظبط عشان كده بنقول ان دقه اللونج بول، يعني احنا بنتفرج على الماتش مع حضراتكم كلنا عمالين نقول اللونج بول يا جماعه بطريقه يكون يعني ادق من كده. ده ملخص اللي حصل النهارده، هارد لك للنادي الاهلي، واعتقد في ان شاء الله نقدر نستفاد من البطوله بشكل ايجابي للمباريات الهامه القادمه ان شاء الله. شكرا جزيلا زميل العزيز محمد، شرفتنا يا محمد. شكرا جزيلا. هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، كابتن اسامه كان لسه بيتكلم،
يمكن لما قطعنا ورحنا على المؤتمر الصحفي يعني تقريبا مستر كولر قال نفس الكلام اللي احنا قلناه. يعني ملخص الشوط الاول كان كنا الافضل طبعا، وضعنا اهداف كتير. هو قال ان خرج الفريق الافضل في مجموع الماتشين. طبعا كان في سؤال من احد الصحفيين ان بدانا الموسم بخساره مباراه السوبر الافريقي قدام اتحاد الجزائر، ودي البطوله الثانيه اللي احنا خرجنا منها. فهو قال مفيش في الكوره مكسب على طول، زي مفيش خساره على طول طبعا. وقال على المباراه الاولانيه ان احنا كنا في بدايه فتره اعداد، ما كانش فيه الجاهزيه يعني. ولكن النهارده من وجهه نظره اللعيبه كانت افضل، اللعيبه ادت اللي عليها، وهو بيحييها على المجهود اللي بذل النهارده، وبيرجع الخروج في الاخر لحته عدم التوفيق واضاعه اهداف بالكم. يعني معظم الكلام ممكن اتفق معاه في حاجات، لكن في جزئيه طبعا مش هتفق معاه فيها. مفيش مكسب على طول، دي حقيقه انك انت مفيش حد يكسب على طول. السنه فاتت خدت 5 بطولات، السنه دي ما وفيتش في البطوله الاولى، يمكن عدم جاهزيه، لكن ما وفيتش. النهارده برضو خرج. يعني المستوى الخرج الافضل هي وجهه نظر مستر كولر. هو في مجموع الماتشين تقريبا المستوى متقارب، يعني في مجموع الماتشين هم هناك كانوا افضل بس قدروا يكسبوا، انت هنا كنت افضل. بس هي المشكله انك انت هنا شوط واحد فقط. انا تاني مصمم انك انت الشوط التاني لم تفعل شيء. انت الشوط الاولاني حتى الاحصائيات باينه، يعني الشوط الاولاني 7 كورنر من كتر الضغط، الشوط الثاني كورنر واحد. التسديدات هتلاقيها اكتر لما محمد الباس كان بيتكلم معانا وضح الكلام ده، واحنا شايفينه في فانت الشوط الاولاني عملته نموذجي ووصلت للجون كتير واضعت فرص فعلا واضعت ضربه جزاء، لكن ما زلت بقول انك انت الشوط الثاني لم تستغله ولم تفعل شيئا. الشوط الثاني تغييرات اتاخرت، تغييرات احيانا مش في محلها. انا شايف ان الشوط الثاني النادي الاهلي ما كانش في حاله جيده، لكن تاني بقول اتفق مع مستر كولر في انه في بعض الحاجات، لكن في جزئيه انه الماتش ما قدرناش نستغل الجماهيرنا الشوط الثاني، ما قدرناش نستغل جماهيرنا الشوط ال 45 دقيقه الثانيه، فاحنا لعبنا شوط واحد النهارده فقط. طيب ينضم لنا الان كابتن ناصر عباس خبيرنا التحكيمي للحديث عن طاقم التحكيم والحالات التحكيميه اليوم. نورنا كابتن. الله يخليك يا كابتن، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن علي ابو رحمه، وكابتن احمد. اهلا كابتن ناصر. سريعا كابتن ايمن، بنتكلم على عيسى السيل الحكم السنغالي، بنتكلم على لحلو بن ابراهيم كابتن شريف اللي هو الحكم الفار، وعندنا الحكمين المساعدين، حكم مساعد رقم 1 وحكم مساعد رقم 2. مباراة صعبة جدا، الحكم السنغالي خد قرارات كتيرة جدا إيجابية. أعتقد يمكن أفضل حكم كابتن أيمن بأمانة من الحكام كابتن شريف اللي هم سبقوه، كان حتى دحام بيدا أو الحكام اللي هي لعبت ماتش اتحاد العاصمة. السي النهاردة أدى مباراة كابتن أيمن مباراة جيدة جدا جدا، خد قرارات لم يتأثر، قرارات شجاعة. عندنا ركله جزاء محتسبه، عندنا حاله طرد مباشره، الاثنين خدهم بدون استدعاء الفار، وده قرار يحسب بيه بامانه. حالات مهمه جدا جدا جدا، وهي اللقطه المهمه عندي يا كابتن، الحاله الدقيقه 92 بالظبط، ركله الجزاء دي احنا عاوزين يعني نقولها نشرحها بشكل جيد، وليه الفار استدعى الحكم فيها بعد ما حكم خد قرار بيلمس. دي اول حاله معانا هنشوفها. نشوف كابتن الحاله اللي هي الاولى معانا اللي هي في الدقيقة 92. هنا يا كابتن، هو هنا الحكم خد القرار يا بلال بمخالفة لمس الكرة باليد من وجهة نظره، وحسب فعل مخالفة للنادي الأهلي في هذه الحالة. طب هو السؤال هنا بعد إذنك كابتن، أنت قلتها بعد إذن حضرتك دلوقتي،
هي الكرة قبل ما تيجي في ايد اللاعب. خلينا بس الاول لو الموقف ده حصل داخل منطقه الجزاء تمام وكره جت في رجل لعيب زميلي والمسافه قصيره وجت في ايدي داخل ال 18 تمام تتحسب ولا لا؟ تمام. هنا بنتكلم في وضع اليد يا كابتن ايمن. ماشي. هل الوضع اليد طبيعي؟ يعني ممكن الكره ترتد من زميل لاعب سان داونز كويس وتروح لزميله. السؤال هل الوضع اليد طبيعي ولا غير طبيعي؟ ده السؤال. بس حضرتك قلت حاجه هنا انا عايز اقولها بس امسك فيها. اتفضل يا كابتن شريف. حضرتك قلت ان الحكم حسب لمسه يد خارج ماليش دعوه فين. تمام. حسب لمسه يد اقر هو تمام ان في لمسه يد تمام وبعد ما الفار اللي هو المفروض الفار لو شايف انها ضربه جزاء ما يبعتش يجيبه تمام. على ما اعتقد يعني يدي ضربه جزاء او بعد جابه تمام. لما رجع الراجل راح عامل كده دي الغلطه الوحيده ليه في الملعب. طيب بص يا كابتن النهارده دي الغلطه الوحيده لهذا الحكم ما هو ده اجابه على السؤال بتاعه وراح عامل الكره اسقاط تمام. طب تمام. منين انت حسبت دي انت خدت قرار ومنين جيت حضرتك تلغي القرار. تمام. يعني هو سؤال حتى لو هو حسب ركله الجزاء والفار جابه ما هو ممكن يكون ركله الجزاء مش صحيحه يا كابتن بلال صحيح يا شريف الفار ما يحاول هو يجيبك يقول لك الفار جايبه عشان ما انا هقول لك انا هشرح لعبه يا كابتن شريف وهقول اللي حصل فيها بالظبط. هو هنا خد القرار المخالفه من خارج منطقه الجزاء وقال ان هنا مخالفه لمس الكره باليد. هنا الفار جابه ليه يا كابتن ايمن؟ جابه عشان يقول له حاجه واحده بس. اولا فعلا هي الكره ممكن تكون على الخط ايوه ولكن هنا قال له هنا شوف الحاله هل وضع اليد طبيعي ولا مش طبيعي. وبالتالي هو لما راح شاف الحاله خلي بالك لما شافها شاف ان هنا المخالفه طالما هو راح شاف بقى شاف ان هنا الوضع اليد اللاعب طبيعي وبالتالي هنا مفيش مخالفه ركله الجزاء. هنا لابد ان الحكم يرجع كابتن شريف ويلغي المخالفه من الاصل ويعمل الاسقاط وده كان قرار صحيح من حكم المباراه. 50-50 بقى يا كابتن. انا بالنسبه لي 50-50 يعني قصدك يرجع ال لا انا بالنسبه لي يعني هو كابتن شريف قصده يرجع الهاندبول تاني. لا لا مفيش. عايز اقول لحضرتك حاجه اولا ايده بره قصه بقى ان ايده لا ده ايده بره وعطلت كوره في باص. بص يا كابتن يعني ده الكوره وقفت تحت ايده بره كابتن شريف ده وقف الكوره كابتن هو لو ايده بره الراجل وقف الكوره لحظه الراجل وقف الكوره تحت ايديه. انا عارف قصد الكابتن شريف ايه. ممتاز. لا هو السؤال هنا تاني بعد اذنك كابتن. كابتن بعد اذنك اتفضل. لو الفار ما جابوش مخالفه من بره بس لحظه اتحسب واتحسبت الهاندبول من بره تمام واتلعبت وجه منها جول كابتن. احنا قلنا الفار بيتدخل في ركله جزاء او مش ركله جزاء هذا احنا مش عايزين بس نتفرع احنا بنتكلم هنا ايه مش هاندبول. لو هي من بره يا كابتن شريف لو هي من بره زي حضرتك قلت كده الفار ما اتدخلش. كابتن هو بعت يقول له الكره مش هاندبول. هو بعت يقول له تشيكنج ايه هو بعت له ليه هو بعت يقول له ايه تعالى يا كابتن شوف هنا الكره من جوه بس شوف قرارك بقى هل هي ركله جزاء يعني انت اللي تاخد القرار بيدور له على بيدور له على البينالتي. هو هنا الكره هنا جزء منها على الخط والخط منطقه الجزاء هو ضمن المناطق المحيطه بيها بس القرار ليه القرار بقى تيجي تشوف هل هي انت قدرتها في الملعب حسبتها لمسه يد. تعال شوفها هنا لمسه يد احسبها ركله جزاء. يعني هو الفار جابه عشان كده عشان ياخد القرار يا تاخد ركله جزاء يا تلغيها خالص. انت معايا يا كابتن ايمن. وبالتالي هو لما راح شاف ان هنا الوضع اليد طبيعي وبالتالي هنا مفيش ركله جزاء وبالتالي قرار طبعا قرار صحيح وقرار من الفار شاطر قوي ان هو جابه لان ممكن كان الحكم يروح يقول لك هنا ايه المخالفه موجوده ركله جزاء صح بالظبط انما خلينا نقول اليد هنا كابتن بلال يد في وضع طبيعي وبالتالي هنا مفيش مخالفه. كابتن كان واقف جنبها انا اسف بس ده كان واقف جنبها وده لمسه يد ممتاز. كان واقف جنبها تمام. من جوه كابتن من جوه هي من جوه انت فاهم قصدي ايه يا كابتن انا كابتن يعني انا كان واقف جنبها هو اللي خد الديزيشن مش اي حد والله العظيم انا فاهم كلامك يا كابتن شريف بس هو معنى الحكم خد قرار بركله الجزاء هل النهارده لو هي مش ركله جزاء الفار ما يجيبوش يجيبه الفار يجي يقول له تعالى شوف دي مش ركله جزاء. الحكم ده من احسن الحكام اللي انا اتفرجت عليه في الفتره بامانه بامانه لهدوءه كمان بالظبط هو حكم شاطر جدا وانا بقول اللعبه ديت فعلا هو كان قرار صحيح وقرار الفار ان هو يجيبه لان الحاله الكره على خط منطقه الجزاء وبالتالي هي من جوه كابتن بلال هو جابه قال له ايه هي من جوه مش من بره تاخد قرار باحتساب ركله جزاء دي بتاعتك انت مش بتاعت انا تاخدها انك انت تلغيها برضك دي بتاعتك انت مش بتاعت انا وده كان دور الفار كابتن شريف بامانه وبحييك طبعا يا كابتن شريف على انك انت بتتناقش معايا ليه لان البعض ممكن يسال الاسئله ديت وبالتالي احنا بنجاوب هنا على الكل. بس هو لما لغى الضربه حره بالنسبه لي لمسه اليد دي ما اقدرش ارجع ما هو ما اقدرش ارجع كابتن لمسه اليد تاني خلاص
ما اقدرش ارجع لمسه اليد. الحاله اللي بعد كده يا كابتن، هنا انا بس هقف على المساعد رقم اول الاول يا كابتن بلال. ثلاث حالات انا جيبهم ورا بعض اتكررت اكتر من مره بالظبط بجد. مستوى الحكم يا كابتن بلال يا كابتن عادل بصراحه يعني عاوز اقول احنا لو حكم درجه ثالثه عندنا في الدوري المصري مش هيغلط الاغلاط دي يا كابتن شريف. ادي اول حاله هنا اشار على التسلل. انت بتعذر الحكام المصريين يا كابتن؟ لا يا فندم، انت بتعذر الحكام المصريين جدا. لا بجد يعني ثلاث حالات متكرره في صوت واحد. لا يعني حكم لابد النهارده ده يتاخد معاه موقف. هو اصلا واقف غلط يا كابتن. هو واقف غلط ومش فيش تركيز ومفيش ربط كويس قوي ما بين لحظه اللعب والموقف. ادي اول حاله عندنا هنا مفيش تسلل طبعا. لاعب النادي الاهلي سليم، نشوف الحاله بعد كده. ودي الحاله اللي هقف عليها كابتن اسامه، خلي بالك حاله غريبه جدا هنا برضك مفيش تسلل. بس يا كابتن لو دي كانت جت جون الفار كان هيديها له كابتن. ده رفع ما هو المشكله يا كابتن اسامه معطل. طالما انت عملت الديلي بالظبط، هو هنا عمل ديلي الاول بيرس تاو راح وشاط جت في العارضه راح رافع. كانت لما ردت من العارضه راحت لعب الاهلي. استنى، المفروض تستنى الهجمه كلها تنتهي بلال عادل وبعدين ترفع. بس يا كابتن ناصر انا اقصد لو كانت جت جون الفار كان هيديها له جون. كابتن اسامه لو الفار جاب لو راحت مباشره من بيرس تاو جون كان الفار هيدي جون. ولكن احنا بنتكلم على هجمه لسه ما انتهتش. استمراريه الهجمه جت في العارضه وراح لعبها. هو وقفها بقى. راح موقف هنا راح رافع. وقف الحكم المفروض يستنى لما اللعبه تنتهي. دي تاني حاله كابتن ايمن للحكم سعد. اللي بعديها نفس الشيء. ده غريب. ثلاث حالات بصراحه حكم سعد مستواه يمكن كان اضعف واحد النهارده في المباراه. صحيح. تحكيميا كان الحكم سعد الرقم. كان في واحده في الشوط الثاني كمان. كانت الشوط الثاني كانت عند مساعد الثاني. عند مساعد الثاني. بعد كده الحاله اللي جايه نشوفها. وهنا طبعا لو حد يفتكر ركله الجزاء اللي احنا قلنا عليها كابتن بتاعه كهربا. كهربا. فاكر يا كابتن عادل؟ ايوه قلنا هي دي. مظبوط. يعني ده طلع ما خدش الكوره من لم ينجح و ارتكب مخالفه باهمال. وهنا الحكم كان قراره سريع يا كابتن عادل، خد القرار بركله جزاء ما سالش الفار عشان كان قريب منها كابتن. ما هو تاني كان قريب منها الحكم اللي فات اللي هي بتاعت كهربا مع حارس المرمى، يمكن دي اختها. بس حارس المرمى هنا ايده فوق في الوجه والتاني كان واخد الارقام. طبعا هنا ركله جزاء صحيحه لم ينجح الحارس والكره يا كابتن بلال ما زالت في اللعب، خلي بالك يعني ما خرجتش بره. وكان القرار كان قرار صحيح وتاكيد الفار على القرار. دي الحاله اللي معانا. بعد كده نشوف الحاله اللي جايه. وهنا لعبه جميله جدا جدا لو معانا الماتيريال نشوف. هنا في لمس من الشناوي كابتن عادل، لمس الكوره لمسها مباشره، ثم هنا اللاعب حتى حاطط رجليه كابتن ايمن، هو رايح بحاطط رجليه وحصل السكوت اللي هو موجود. يعني استمرار اللعب كان قرار صحيح من الحكم. بقول لك النهارده اختبارات صعبه كتيره جدا للحكم السنغالي نجح فيها بشكل جيد يا كابتن شريف. هنا لا توجد ركله جزاء على الشناوي لان هو نجح في لعب الكوره، وبالتالي هنا نشوف الرجل الشمال هي رايحه هي اللي عامله المخالفه. الحاله بعد كده وده اللي احنا قلناه. هنا قلنا هنا اللعب العنيف، وشوف هنا القرار خده كابتن بلال يا كابتن اسامه في الملعب وبسرعه. تفاصيله كانت عنده. ممكن نشوف حكم تاني للاسف هيستنى الفار يروح يدي انذار، الفار يجيبه يدي طرد. ولكن هو خد القرار مباشره. هنا ده اسمه لعب عنيف، ستارز رايح في الركبه، وبالتالي كان قراره صحيح في هذه الحاله. يمكن دي اخر حاجه كانت معانا. ولكن بشكل عام كابتن النهارده كابتن ميلاد كابتن اسامه حكم سنغالي ادى مباراه جيده يعني هارد. لكن الاهلي النهارده مش محظوظ يعني الشوط الاولاني 3-0 يعني بالقليل، ولكن ان شاء الله يعوض في المباريات القادمه كابتن ايمن. ودي كانت اخر حاجه معانا في المباراه. شكرا جزيلا كابتن ناصر شرفتنا. شكرا كابتن ايمن. كابتن اسامه كنا بنتكلم على الدروس المستفاده واهم النقاط الفنيه بس ماشي اتفضل. طبعا خلاص الموضوع الماتش انتهى كويس ومش مفيش حاجه هترجع. والنادي الاهلي يعني هو بطل افريقيا وكسب يعني بعيد قوي في البطولات عن اقرب فرقه ليه. وزي ما مستر كولر قال انه مش هتفضل تكسب على طول، دي حقيقه. ولكن احنا عشان في النادي الاهلي متعودين ان احنا عايزين نكسب على طول، والجماهير عايزه تكسب على طول، والاداره عايزه تكسب على طول. طبيعي انه لما بيحصل حاجه كويسه بنقول عليها، ولما بيحصل بعض السلبيات بنقول عليها. فالنهارده زي ما قلت لك اللعيبه كانوا اكتر من رجاله. الشوط الاولاني بذلوا جهد غير طبيعي وكان عندهم فرص محققه للمكسب، وضعنا ضربه جزاء.
لكن لما بنيجي نتكلم على الشوط الثاني ما كانش في استمراريه للشوط الاولاني، او على الاقل ما استغلناش ال 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 الضغط الشديد اللي احنا عملناه الشوط الاولاني ان احنا نهز فرقه سان داونز الشوط الثاني، فهي دي اللي قللت فرصنا للمكسب النهارده. لانه وارد في الكوره انك تضيع ضربه جزاء، وارد في الكوره انك جيلك فرص ما تستغلهاش، بس لازم تستمر بنفس الاصرار ونفس الروح ونفس صحيح هيجيلك وقت العامل يعني البدني لازم يأثر طبعا. أيوة. ماشي ماشي، ما هو انا عندي خمس تغييرات عشان كده. أيوة. ايمن. أيوة. ما هو الخمس تغييرات 50% الناس يعني يعني نص الفرقه ممكن تغيرها. صحيح. فما استغلناهاش دي كويس، وما استمرناش على نفس الاداء بتاع الشوط الاولاني، لكن هارد لك وصفحه واتقفلت، وان شاء الله في بطولات كتيره جايه بطوله افريقيا والدوري والكاس والسوبر يعني وكاس العالم الانديه، فمش مش نهايه المطاف يعني. فباذن الله بالتوفيق في ما هو قادم يعني. قبل منا الان زميلنا الناقد الرياضي محمد الديك، ونشوف الصحافه الرياضيه قالت ايه بعد المباراه. ازيك يا محمد؟ اهداف النهارده النتيجه، الاداء كان زي ما حضرتك اتكلمتوا تباين، وده اللي ظهر في عناوين الصحافه بعد الماتش. كله أكد أن النادي الأهلي قدم مستوى كويس جدا في الشوط الأول، اختلف الأداء في الشوط الثاني، وكان برضو التركيز على أن النتيجة كان ممكن تتعدل لو علي معلول ربنا كرمه ووفقه في إحراز ركلة الجزاء. لكن في المجمل الصفحة واتقفل زي ما حضرتك اتكلمتوا، والصحافة اتكلمت أن النادي الأهلي حقق جزء من الأهداف اللي هي كانت مرجوة في البطولة، ان هو جرب لعيبه جديده، دخلنا في اجواء الكره الافريقيه بدري شويه عشان دور المجموعات في دوري الابطال، وكمان كان الجزء المادي لبعض المواقع اتكلمت على ان النادي الاهلي هيحصل على 1,700,000 دولار، ودي يمكن من بعض التصريحات اللي خرجت مسؤول النادي الاهلي ان هو كان جزء من اهدافها في المشاركه بالبطوله الدوري الافريقي في نسخته الاولى، بعد اللقب يعني. طبعا النادي الاهلي بيلعب على البطوله في الاول خالص كبطوله بتضاف لخزائن الكره المصريه في الاول والنادي الاهلي، لكن برضه جزء منها المادي، دي حاجه برضه من الاهداف اللي اي فرقه او اي نادي بيشارك في بطوله قاريه او عالميه بيكون جزء اساسي منها برضه في القصه النهائيه. اللي على العكس بقى من الصحافه في جنوب افريقيا بيتكلموا ان هم انتصروا على عملاق افريقي، ده النص اللي هم اتكلموا بيه، وقالوا نقطتين اتكلموا فيهم النهارده هم كانوا علامه فارقه في تحديد النتيجه. اول حاجه الطريقه الدفاعيه اللي كان بيلعب بيها المتزل النهارده، هو الراجل النهارده ما غامرش خالص. مكوينا النهارده لعب زون ديفنس بشكل يعني اول مره صن داونز يلعب بطريقه غير الاسلوب اللي كان بيلعب بيه في ماتشات ال 50 اللي فاتوا كلهم. مظبوط، هو غير اسلوب بالظبط. الحاجه الثانيه نقطه اهدار علي معلول لركله الجزاء، وتحديدا انا التصدي ويليامز لكره ضربه الجزاء دي هي كانت احد الاسباب اللي خلت فرقه صن داونز تكمل وتتاهل لاول نهائي قاري من 2016. مظبوط، دي برضه هم ركزوا فيها فكره ان فريق صن داونز، وده اللي قلت حضرتك عليه في الاول يا كابتن ايمن، ان هو حتى في ماتشاتنا صن داونز والاهلي خلال الفتره الاخيره في المباريات الاقصائيه النادي الاهلي نجح في التاهل على حساب صن داونز 5 مرات. صن داونز في 2019 المره الوحيده اللي الاهلي فشل فيها ان هو تاهل على حساب صن داونز في ادوار الاقصائيه، و 2016 صن داونز هو اللي تاهل وخد البطوله، وكان مش بخطا اداري يعني، هو كان فرقه 2016 ما تاهلش بشكل يعني مش هو اللي كان سبب رئيسي في التاهل. حصل خطا اداري وتاهل على حساب فريق تاني، وهو اللي لعب واستمر في النهاية لحد النهائي وكسب برضه الزمالك 3-0 هناك في صن داونز، وخسر هنا 1-0، وكان بمجموع الماتشين برضه الاتحاد الافريقي، حساب الاتحاد الافريقي برضه قال ان فرقه صن داونز استفادت بالفوز بنتيجه مباراه الذهاب 1-0، على عكس من النادي الاهلي كان النهارده متسلح بجمهوره وكان اقوى في الشوط الاول، لكن فكره ان هو نتيجه الماتشين زي ما احنا اتكلمنا ان في الادوار الربع النهائي ونصف النهائي بتبقى فرق الاهداف او نتيجه الهدف
خارج ملعبك ليك الافضليه. ده مجمل الصحافه يا كابتن. وان شاء الله الاهلي هيغلق الملف وهيبدا يوم السبت الاستعداد لمباراه المقاولين العرب، وتبقى ان شاء الله بطوله قويه جدا للاهلي. عنده كذا بطوله بينافس عليها السنه دي، عنده الكاس وعنده كاس العالم للانديه. الناس مش واخده بالها ان في شهر 12 عندنا بطوله جديده ثانيه، كاس العالم للانديه ان شاء الله ربنا يوفقنا ان شاء الله والاهلي يعمل فيها نتائج كويسه. وعندنا برضو بدايه دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا بالاضافه الى الدوري المصري وكاس السوبر المحلي وكاس مصر ان شاء الله. ان شاء الله فبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. ودي صفحه واتقفلت كان نفسنا الاهلي يكمل فيها، لكن التوفيق الحمد لله قدر الله كان بعيد، كان التوفيق كان بعيد عن النادي الاهلي في بعض لحظات الماتش النهارده، وده اللي ما خلاش الاهلي يقدم يعني او يقدم او يحصل على نتيجه تترجم الاداء اللي كان في الشوط الاول على الاقل. وبالتوفيق ان شاء الله في الفتره اللي جايه. شكرا جزيلا يا محمد، شرفتنا. شكرا لك كابتن علي. طيب كابتن شريف، في النهايه يعني هرجع لكابتن عادل. يمكن شفنا الكلام اللي قاله محمد ديجو، كلام اللي حضراتكم قلتوه، ولكن اللي جاي عندنا بطوله لسه مكملين فيها، بطوله الدوري العام. فهل اللي حصل النهارده ممكن ياثر، خصوصا انت عندك كمان 3 ايام مباراه في الدوري، ممكن ياثر على حاله اللعيبه الفنيه والمعنويه مباراه اللي جايه يوم السبت ده مولي؟ لا ده بالعكس، يعني ده النهارده انت عملت اداء بيديك دلاله على انك انت بطوله الدوري دي حاجه بالنسبه لك هتبقى لطيفه جدا. يعني ده انت حتى الريفنج بتاعك النهارده وسوء حظك النهارده هيتصب على اي فرقه انت هتلعبها بعد كده. لا انت هتبقى ليك شكل تاني وشكل قوي جدا في بطوله الدوري، يعني او اي بطوله هتخشها هنا محليه. لا لا انت ليفل تاني. المباراه بتاعت النهارده دي ليفل تاني. ده اوت اوف كومبيتيشن، دي بره الحسابات بتاعت الدوري ده. لا 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 ده انت رايح بعد كده كاس عالم انديه وراح تلعب مع مستوى اول، رايح مانشستر سيتي. كويس؟ ورايح هتلعب السعوديه على ما اعتقد اتحاد جده. اتحاد جده انت ليفل تاني خالص. انت تاثر على ايه مباراه النهارده؟ ده انت ماسك فرقه. انا بس كنت بتكلم على ديك، هو بيتكلم على ان لعبوا النهارده زون ديفنس. لا 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 هو ما كانش جاي يلعب زون ديفنس. انت اجبرته النهارده ان هو يكون زون ديفنس. انت النهارده اديت 10 على 10. انت لما بيكتمل السكواد بتاعك الهجومي وتقدر تتوافق في حل كهربا يتوافق. خلينا بقى نركز، كهربا لو هتعتمد عليه يحل حكايه التوفيق في حكايه والحضور في منطقه الجزاء دي او تتحل باي تدوير تاني، يعني خلاص دي الناقصات. يعني انت ما شاء الله، انا النهارده رافع راسي ما كسبتش، ما جبتش ضرب الجزاء، انا الليدنج، انا كل زمام الامور، انا وانا قاعد مع الناس بتفرج في الاستاد، الناس فاهمه، الناس عارفه كويس قوي ايه اللي حصل النهارده. حصل مفيش توفيق، ضرب الجزاء رايحه، الجماهير فاهمه كل حاجه، بتطمع في فرقتها كويس قوي، ولكن مقدره انت بتلعب مين كمان. انت ما بتروحش تلعب لي البرازيل وتيجي تقول لي انت ما كسبتش البرازيل ليه؟ لا، الفرقه دي بتاعت افريقيا دي اللي احنا كنا بنلعبها النهارده، دول فرقه مصنفه كافراد، مصنفه كجهاز فني، راجل بيعلمهم، بيلعبوا 2-5-3 و3-5، معلمهم ازاي الباس باس باس باس، وعندهم امكانيات، عندهم لعيبه من تشيلي ولعيبه من الارجنتين ولعيبه من المغرب، يعني عندهم جميع الجنسيات وتوليفه ما شاء الله لا اكبر، وغالبا هم اللي هيكون ليهم الحظ شوف في الفاينل ده. ف لا مفيش تاثير خالص عليا انا بالعكس، ده انا هتلاقيني اكثر شراسه. لعيبه عندها ريفنج مع نفسها مش مع مع جمهورها كمان. يعني كابتن عادل، انا بتكلم على حته التاثير النفسي بعد الخروج النهارده لماتشات الدوري او الاقرب ماتش اللي هو انت هتلعبه يوم السبت قدام مولي العرب. يعني عندي بس رد بس على حته البطولات ماشي، عشان دي لازم
نتكلم فيها يعني. هو فعلا ما فيش فرقة في الدنيا بتاخد كل البطولات، بس ما فيش فرقة في الدنيا عندها جمهور زي جمهور النادي الأهلي. صحيح. ما فيش فرقة في الدنيا عندها إدارة، أنا بتكلم على أفريقيا، عندها إدارة زي النادي الأهلي، إن هم بيدوك إمكانيات وبيدوك الحاجات دي. يعني حتة البطولات بالنسبة للنادي الأهلي آه لا، إحنا فرقة المفروض ما يضيعش مننا بطولات. ليه ما يضيعش منك بطولات؟ لأنك بعيد عن الفرق الأخرى. خلينا نتكلم بأفريقيا، أنت بعيد عن فرق أفريقيا كلها، حتى سان داونز. سان داونز القيمة التسويقية بتاعتها نصك يعني، أو يعني ربعك تعتبر. ارجع للإحصائيات هتلاقي القيمة التسويقية أقل منك كتير قوي، عشان بس يبقى عارف. الحاجة التانية إنك أنت ما فيش فرق بتخسر بتاخد كل البطولات، لكن النادي الأهلي بياخد كل البطولات. ما هو ده قوته. ما هو النادي الأهلي كده. احنا واخدين كام أفريقيا؟ واللي بعدينا كام؟ 5. طيب يعني لا، احنا بناخد كل البطولات. احنا واخدين 43 دوري، ها، واللي بعدين واخد 12. طيب انت واخد كام كاس؟ واللي بعدك واخد قد ايه؟ انت واخد كام، رحت كام مره لكاس العالم للانديه؟ لا احنا متعودين على كده، لانك نادي مبني على دي وقوي، وبيعرف يشتغل وبيعرف يدير وبيعرف يديك امكانياتك وبيعرف يجيب لك افضل لعيبه. انت افضل لعيبه المفترض بتجيلك في افريقيا كمان يعني، انت لعيبتك كلها لعيبه كبار ولعيبه قديم والحاجات دي. فانا حته ما بحبش اسمعها يعني، حته ان كل الفرق لازم تاخد لازم تكسب البطولات. لا لازم نكسب البطولات يعني، دي حاجه. اما الناحيه النفسيه ولا مش الناحيه النفسيه، لا احنا مش فرقه. القوي بيقوم بسرعه، والنادي الاهلي ما الموقف ده عادي بالنسبه له. صحيح. يعني انت خرجت من بطولة بتزعل انك ما خدتش البطولة، لكن هتخرج وهترجع تاني ان شاء الله. وان شاء الله يعني انا ما عنديش ادنى شك ان احنا نقف على رجلنا تاني، لان النادي الكبير ما بيفرحش قوي. احنا لما بنكسب بطولات ما بنفرحش قوي ونفرط في فرحتنا، ولو خسرنا وحصل اي حاجة يعني ما بنقعدش نبكي. لا احنا بنشتغل وبنقوم وبنشتغل وبنقوم. صحيح كابتن مسام. زي ما انا قلت وتكمله الكلام شريف وعادل، صفحه واتقفلت، وانت النادي الاغنى بالبطولات في افريقيا، ويمكن من اكتر انديه العالم حاصل على بطولات. ده موجود في الكوره. مقدرين زعل الجمهور، مقدرين زعل كل من ينتمي للنادي الاهلي، لان هم متعودين يكسبوا معظم البطولات، او اللعيبه والنادي عودهم على كده. ولكن انت يعني في واقع الحياه هيحصل خساره في واقع الدنيا. صحيح. وكلنا احنا الخمسه هو لعبنا كتير قوي للنادي الاهلي، كسبنا كتير قوي وخسرنا برضه. فالدنيا خلاص الموضوع اتقفل، وان شاء الله اللي جاي افضل. وزي ما قلنا بنشوف ايه اللي احنا خدناه من البطوله في المكاسب، عوده لعيبه كانت مصابه، طريقه لعب مثلا مناسبه، في لعيبه مش موفقين ممكن ما يبقاش ليهم دور تاني او دورهم يبقى اقل، في لعيبه تواجدت ورجعت تبقى افضل. كل دي استفادات. والدنيا ما بتنتهيش خلاص، هي اتقفلت، وان شاء الله اللي جاي افضل. بإذن الله رب العالمين. بطولات كتيره قوي لسه قدامنا السنه دي باذن الله. انديه عالم ودوري وافريقيا وكاس وافريقيا وسوبر، فان شاء الله بالتوفيق الفترات اللي جايه ان شاء الله. كابتن بلال كلمه اخيرا. هارد لك طبعا النادي الاهلي يا كابتن، يعني دي بطوله برضو، وخسرت او خرجت على ايد فريق برضو قوي، فريق منظم، فريق محترم، ودي كرة القدم وده حال كرة القدم يعني. أكيد وضع طبيعي إنك تشتغل كل البطولات، زي ما قال مستر كولر مش تكسب كل الماتشات، ده وضع طبيعي طبعا. الفكرة كلها بإن أنت بتقارن، بتبقى احتياجاتك بإمكانياتك، تمام؟ أول حاجة اللي بتدخلها على حسب إمكانياتك وقدراتك أنت إمكانياتك وقدراتك المادية والتنظيمية والإدارية تفوق كل طبعا كل الأندية الإفريقية، لكن في النهاية ده وضع كرة القدم. ولكن أنا يعني أنا بس كلمتين يعني على مستر كولر، إن هو يعيد حساباته مرة أخرى،
تمام. انا شايف ان لا محتاج يفكر اكتر من كده في الفرق في الخصوم، لكن بالنسبه للدوري العام يعني الموضوع مختلف تماما. يعني انت بتتكلم في دوري عام امكانيات انت اعلى امكانيات بكتير جدا من الفرق كتيره جدا جدا ما بينك وبين كل فرق الدوري العام. التركيز الاهلي في بطوله الدوري العام هيحسم البطوله ان شاء الله من بدري باذن الله تعالى ان شاء الله. كده اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاياب بين النادي الاهلي ونادي صن داونز جنوب افريقي في الدور نصف النهائي للدوري الافريقي، النسخه الاولى للدوري الافريقي، والتي انتهت بوداع النادي الاهلي من البطوله وتاهل صن داونز لملاقاه الوداد المغربي في النهائي. هارد لك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمه اللي مهما اتكلمنا عنها مش هنقدر نديها حقها. جماهيره العظيمه ليها منا كل التقدير والاحترام، اللي عمرها ما قصرت معانا خالص، وده كان جزء منهم اللي كان متواجد النهارده. وشفنا قد ايه جماهير النادي الاهلي من قبل المباراه من الساعه 2 لحد بعد المباراه تقريبا في تشجيع كامل للنادي الاهلي كانه فاز بالبطوله. هي دي جماهير النادي الاهلي اللي عودتنا دايما على انها تبقى واقفه جنبنا في المره قبل الحلوه. اتمنى توفيق للنادي الاهلي في المباراه القادمه ان شاء الله. بشكر نجومنا الكبار في النهايه كابتن شريف عبد النعم، شكرا كابتن شرفتني. بشكرك كابتن واللي جاي احسن باذن الله يا رب ان شاء الله. كابتن عادل عبد الرحمن شكرا وقادم افضل ان شاء الله. شكرا كابتن وهارد لك، واحنا هنروح للبطولات وهناخدها تاني ومش مشكله، مش نهايه الدنيا باذن الله. كابتن سامع عربي شكرا يا كابتن. شكرا دايما وهارد لك وان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن احمد بلال شكرا يا كابتن وقادم افضل ان شاء الله. اشكرك كابتن ايمن ربنا يخليك. والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وعلى أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى واستوديو تحليلي آخر لكم مني أطيب المنى وأرق التحية.